مشاهدينا نحييكم من جديد. صحيح الدكتور سعد الدين إبراهيم ظهر في أكثر من برنامج تلفزيوني وتحدث عن ما أسماه الوساطة بين مصر وقطر، الوساطة الشعبية بالتحديد، ولكن في هذا الجزء هيبقى فيه نوع من المناظرة الموضوعية بين الدكتور سعد الدين إبراهيم. أرحب به دكتور سعد، أهلا بك. أهلا وسهلا. والدكتور جمال زهران. دكتور جمال أهلا بك. أهلا بك. دكتور سعد، خليني أبدأ، يعني طبعا بالتأكيد الناس تابعوا ما قلته عن الوساطة بين مصر وقطر، وهي وساطة شعبية كما أسميتها، وحنشوف وجهات النظر ونحاول حتى نشرك المشاهدين معنا بشكل موضوعي، بحيث أنه اللي عنده أسئلة، اللي عنده ملاحظات، يمكن أن يوجهها في التليفون اللي هتشوفوه على الشاشة. دكتور سعد إبراهيم، عشان ألخص تاني، الدعوة جاءتك من قطر، وأنت العلاقات وثيقة منذ مدة طويلة من الشيخة موزة، والتقيت بها. تاني هلخص. لا تسمح لي. أنا لم أكن هناك لهذا السبب، أنا كنت في الإمارات لحضور مؤتمر آخر، وهي سمعت أنني قريب منها، فانتهزت الفرصة. فانتهزت الفرصة ودعتني لعدة ساعات لألتقي بها لكي تبص همومها عما يحدث للعلاقات المصرية القطرية. ده بس الخلفية. طيب. يعني أهم ما دار في اللقاء حتى ألخصه من جديد. اللقاء. صحيح استمعت إليه في أكثر من برنامج تلفزيوني، لكن لمن لم يتابعك يعني. هي تقول الآتي: واحد، أنها تحمل لمصر هي وأسرتها كل مشاعر الحب والود والحنين، لأنها قضت جزء من طفولتها ومن شبابها في مصر، ودرست في جامعة الإسكندرية، كلية الأداب على ما أعتقد. أي بالضبط، كلية الأداب قسم اجتماع. وبالتالي بتحمل هذه الذكريات العزبة والودية لمصر. اتنين، إنها يعني لاحظت إنه في الخلافات الأخيرة، في خلافات بتحدث، هي تقول، بين كل الدول العربية وبين الحكومات العربية، إنما لأول مرة بيجري استعداء شعبي في مصر على قطر، وهذا ما يقلقها. وفي هذا يعني أفاضت وأعادت، وكان الطلب كيف نوقف هذا الاستعداء. وخلاصة الحديث إن القضية ينبغي تكون أوسع من قطر ومن مصر. إحنا عندنا برضو خلافات في ليبيا مع ليبيا، خلافات بين السودان ومصر، بين الأردن ودول أخرى، الكويت بتتوسط في عدد من الملفات. فقلنا طيب نشوف كل الحاجات دي حصلت في أعقاب ومع ثورات الربيع العربي، فليكن الموضوع بقى هو أوسع من مجرد علاقة ثنائية بين مصر وقطر، وتبقى مسؤوليات ثورات الربيع العربي أو تبعات ومسؤوليات ثورات الربيع العربي، وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه. ويبقى الملف المصري القطري واحد من عدة محاور في هذه المتابعات. طيب، هنا دكتور جمال زهران، عشان دكتور سعد الدين إبراهيم لخص ماذا، هل يمكن أن يكون ذلك مقدمة لوساطة بين مصر وقطر؟ وهل الرأي العام مهيئ لهذه الوساطة؟ والحل يبدأ من عند مين؟ الحل يبدأ من أين؟ اتفضل. هو طبعا يعني بعيدا عن الأشخاص زي الشيخ موزة وما إلى ذلك، ومسلسل الفضائح الكبيرة اللي بينشر في وسائل الإعلام عن هذه الأسرة، وتسخيرها للمال القطري اللي هو المفروض مال الشعب القطري، اللي أنا مش شايفه أساسا، لا بيحاسب حكامه ولا أي حاجة، وهم بس عمالين يجلدوا في مصر ودول عربية أخرى، والمال اللي ربنا ادهولهم أساسا من الغاز والبترول بيسخروه في خدمة أغراض أساسا استعمارية ومشروع أمريكي صهيوني وأشياء بهذا الشكل. فبالتالي لما أنت تيجي تتكلم عن أسرة بهذا الشكل وحنينها لمصر، ومش يعني كلام رومانسي،
يعني كلامي ممكن يطلع في الافلام كده زي الاستاذ محمد صبحي والسينما زي ضيفك المحترم اللي كان قبلنا، لكن انه هو كلام رومانسي يعني لا تعتدي بيه، انها تمثيلية. هي قالت للدكتور سعد انا درست في كليه الاداب وانا تربيت في مصر وماذا فعلت لمصر وعشت في مصر ماذا فعلت لمصر وتعلمت في مصر ماذا فعلت لمصر. مصر اللي هيقول ان انا دكتور سعد الدين ابراهيم استاذنا مثلا لما اقول انه له فضل عليا يعني حط حجر في بناء ليا عشان اكون له هذا التقدير والاحترام، لو ما كانش مش معقول. فهو ايه بتتكلم عن حاجات اصلا يعني بنسميها من قبيل الكلام المرسل يعني اللي ملوش اي معنى يعني. لكن انا في تقديري انه الراي العام المصري لم يعد متقبلا حاجتين. الحاجه الاولانيه اي حديث عن مصالحات مع جماعه الاخوان الارهابيه والمتأسلمين، الشعب المصري لم يعد يطيق هذه الفئه نهائيا، واصدر حكمه بالاعدام السياسي، الاعدام السياسي حاضرا ومستقبلا على جماعه الاخوان لانها ارهابيه، ولان هذه الجماعه تاريخها الاسود اختبرت من حسن حظ الشعب المصري لمده سنه ونص ما يقرب من 6 أشهر في البرلمان وسنه في السلطه الرئاسيه، وجلبوا على مصر كل مشروعات الاستعماريه من جديد، فبالتالي الشعب المصري بسرعه اسقطهم يعني الحمد لله. ده الاخوان والتاني. وبالتالي لا يمكن ابدا اي واحد مجرد الحديث ده مش يطرح مشروع، فضلا عن انه بقى المشروعات دي متصدره من الاخوان عشان يلعبوا يعني عايزين يبقى لهم حضور في المشهد. انت تتهمهم بالخيانه بس تقول جماعه الاخوان، هم يبقوا مبسوطين، حاجه تسعدهم يعني. طيب وقطر عملاء نفس القصه ليس لدى الشعب المصري بعد كل هذه المآسي اللي ارتكبتها والجرائم اللي ارتكبتها الحكومة القطرية ونظام الحكم القطري من خلال وسيلتين المال والإعلام، لم يعد لهذه الدولة من قبول لدى الشعب المصري ولا حكامها، ولا يتفضلوا بأنه احنا والحنين واللعب على دغدغة المشاعر وان احنا كنا في مصر وحلوين مع مصر، الكلام ده كله كلام أصبح خارج المشهد. ولذلك السياسة الخارجية المصرية، أنا قلت الكلام ده لسيادة الوزير المحترم نبيل فهمي، قلت له أنت بتتعامل مع قطر بطريقة فيها نعومة أكثر من اللازم. دولة عمالة تحاربك وعمالة تقول اللي حصل بتحترمش إرادة الشعب المصري، عمالة تقول اللي حصل في 30/6 ده انقلاب وبالأموال. أنت عايز شدة طبعا اشد من ذلك. قطع العلاقات يعني الدبلوماسيه مع هذه الدوله، اي دوله الراجل جاي يتحدى عن وساطه، معلش ما هو ده الموقف الشعبي، انا بمثل الموقف الشعبي، انا راجل برلماني منتخب يعني انا على حس بالشعب ومثلت البرلمان وكل يشهد، فبالتالي لازم يكون صوتي يكون صوت الشعب، لان انت بتسالني سؤال ما يتعلق بمدى قبول الراي العام لده. انا عشان اساهم في مثل هذه المساله هتبقى جريمه بالنسبه لي سياسيه، ما اقدرش اقول ان انا مصالحه. الدكتور سعد يقدر يقول هو حر يعني، ده عمل مصالحات ضخمه دوليه، ده يعني يعمل مصالحات بين الاخوان والاداره الامريكيه حاجه ضخمه يعني، احنا نعمل ايه؟ احنا نعمل بين الاستاذ وائل والقناه حاجه على قدنا، لكن طبعا ده فطبعا انا ما اقدرش اتقبل هذا لا على يعني على مسؤوليتي ولا كمان الشعب المصري يتقبل ذلك على الاطلاق. طيب فده شيء هنا مرفوض. دكتور سعد الراي العام لا يتقبل كلمه المصالحه بل انه يتحدث عن تهاون مصري ازاء ما تفعله قطر مع مصر، ويطالبون بما هو اشد، يطالبون بقطع العلاقات ويطالبون بلهجه اشد في مواجهه قطر، وانت جئت لتتحدث عن وساطه وتفاوض شعبي. شوف انا عندي يعني مع احترامي الشديد لحضرتك والاخ العزيز الدكتور جمال، انا لا يعني افعل شيء كده على عواهنه. احنا مركز، انا برأس مركز اسمه مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطيه والدراسات التنمويه، عندنا يعني جناحين للمركز. في مثل هذه الامور نحن نقيس الراي العام. ما نقدرش نتكلم عن الراي العام، مين اللي فوض اي واحد يتكلم عن الراي العام دون قياس. احنا عندنا مراكز محترمه تقيس الراي العام. احنا عندنا 150 الف مصري يعملون في قطر وياتون او يحولون الى مصر مليارين او 3 مليارات دولار كل سنه.
ففي مصالح في العلاقات الدولية، وجمال يعرف ده كويس، أو دكتور جمال، إنه في العلاقات الدولية مفيش أعداء قديم دائمين ولا أصدقاء دائمين، إنما في مصالح دائمة. ناهيك بقى إلى جانب المصالح، يعني إنه في 150,000 مصري الذين يعملون في قطر، والأجيال التي تتعلمها من القطريين في مصر، إنه في روابط قومية، إن إحنا أعضاء في مؤسسات الجامعة العربية، مؤسسة منظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة دول عدم الحياد، يعني لدينا يعني أواصر عديدة. فليس من المسؤولية إن إحنا كده هو بجرة قلم نقول الشعب المصري ضد كذا. طب شوف الطابور اللي واقف قدام السفارة القطرية طلبا لفيزات عشان تذهب إلى قطر، حتى رغم كل اللي بيتقال ده. انت بتتكلم عن 150,000 بيشتغلوا في قطر الوقت حاليا. طيب يعني انا بتكلم بقى على الطوابير اللي موجوده حتى تحصل على فيزات لتذهب الى قطر. يعني ما زال رغم كل الحملات الاستعدادي المصريين اللي في مصر يبحثون عن فرص عمل. هتلاقي 50,000 تاني او 20,000 ماشي. وقطر ليست جنة المصريين. في وحد قال لك انها جنة؟ انا برضو بختار كلماتي بدقة. وارجو. طيب. مش عاوز بقى ايه. لا ما هو الفكرة انه المصريون يقفون طوابير امام السفارة القطرية. ايوه هو زي السفارة الامريكية. وامام عدة سفارات. يبقى هنا يبحثون عن عمل. ايوه طبعا. انا عشان كده بقول لك. رغم. عشان كده اتكلمت عن المصالح. وجمال طبعا استاذ علاقات دوليه وعلوم سياسيه ويعرف ده كويس، ان العلاقات بين الدول لا تحكمها المشاعر بقدر ما تحكمها المصالح. فانا حتى على المستوى المصالح، سيبك بقى من الكلام الرومانسي، هو اتهم حمليه الحنين والكلام ده انه رومانسي، فاشل، هو حر. انما هو كمان يعلم جيدا ان العلاقات بين الدول تحكمها المصالح. ما فيش أصدقاء دائمين ولا أعداء دائمين. إذا كنا تعاملنا مع إسرائيل بقى، يعني معقول هنتعامل مع إسرائيل ونعمل معها علاقات، وبعدين دولة عربية أخطأت هنا أو هناك نعاديها ونستعدي شعبنا عليها؟ هو ده القضية. وبالتالي أنا بقول إنه حلا لهذه الإشكالية إحنا بنعمل سلسلة حوارات، وبدعيك وبدع الأخي الدكتور جمال إنه يساهم فيها. في الحوارات دي كل اللي عندنا نقوله من باب العتاب، من باب النقد، لان يعني المثقف رسالته ان يقول كلمه حق في وجه السلطان. السلطان هنا او السلطان هناك، الحكومات يعني. فاحنا نترك الحكومات توازن علاقات الدبلوماسيه، لكن انا حريص على العلاقات الشعبيه. والعملية مش رومانسية، أنا راجل قومي عربي كل حياتي منذ كنت طالبا إلى الآن هي مكرسة لملف الوحدة العربية. وبالتالي هذه القضية، وده إيه سبب معرفتي بشيخ موزة وبآخرين؟ ما هو همي العربي القومي. ومن هنا انطلاق هذه المبادرة. وأنا زي ما قلت لك ما كنتش رايح خطأ أصلا، أنا كنت في الإمارات مركز جديد بيتعمل اسمه مركز الدراسات، مركز الامارات للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، وطلبوا ان انا اكون عضو في مجلس الامارات، وكنت رايح عشان ادشن هذا المركز. هي عرفت وسمعت من وسائل الاعلام بوجودي هنا جنبه في البلد اللي جنبه فدعتني. طيب هنا دكتور جمال، يعني عشان يبقى هنا الدكتور سعد بيقول انه ما فيش اعداء دائمون ولا اصدقاء دائمون، وانت بتتعامل مع اسرائيل يعني رغم كل ما حدث ورغم العداء الشديد، لكن تتعامل مع إسرائيل، فلماذا تقطع كل الحبال؟ لماذا تسعى لقطع كل الحبال مع قطر؟ احنا برضو ايه، القياس بإسرائيل قياس يعني في تقديري غير دقيق، لان ده بيروج على اساسه مفاهيم اخرى. بمعنى انه الدكتور سعد الدين ابراهيم وفي دراسات علمية موجودة انه على قياسات الرأي العام تتعلق بتوجهات الشعب المصري تجاه اسرائيل والتطبيع سلبية نسب كبيرة، والشعب المصري بيرفض السلع الاسرائيلية والصهيونية وبيرفض عملية التطبيع، واللي بيعمل تطبيع
هم بعض رجال الأعمال اللي هم في داخل مربع السلطة اللي هم لهم مصالح مع أمريكا وإسرائيل واللي هي زي الكويز والكلام ده. خلينا بقى مع قطر، لماذا ترفض أي وساطة مع قطر؟ واحد اتنين تلاتة لماذا؟ أنا بقول لحضرتك دي الجانب اللي هو المهم في الموضوع، فما تقسش على إسرائيل لأنه لو عملت 100 قيصر يعني. في حاجة تانية تتعلق بالحديث باسم الشعب المصري. إحنا أنا رجل حركة سياسية ورجل علم. رجل الحركة السياسية بيبقى موجود في الشارع على طول، فبيجس النبض باستمرار المتفاعل. وده قياس رأي عام، يعني أنا كلامي ده قياس رأي عام. صحيح مش واخد شكل العلم المنضبط، لكن الناس عايشة في الشارع وبيسمع. وأنا واجهت حسن نفعة من خلال برنامجك بالتليفون وقلت له أنا موجود في الشارع، في الشارع بيسأل، فاستحضر الدور السلبي ليك في كذا وكذا وكذا وعصرت على ليمون وكذا. ده رأي شعبي. أنت لما تيجي تنزل بالكاميرا وبتعمل اتجاهات للناس على هذا الموضوع، ده رأي شعبي، ده قياس رأي عام، بيبقى بلغة العينات العشوائية. فأنا عايز أقول النهاردة في هذا السياق أي وساطة في هذا السياق قطر. أولا احنا عايزين إعادة الاعتبار للدولة المصرية. الدولة المصرية حسني مبارك في 30 سنة أفقد مصر دورها القيادي والإقليمي، واللي اتعلمنا على إيد أساتذتنا إنه مصر لابد أن يكون لها دور قيادي تاريخي. في كل فترة تاريخية لازم يكون لها دور. هذا الدور أفقده، بدأ أنور السادات وأفقده تماما حسني مبارك. بعد 30 سنة لم يعد لمصر وزن لا عربي ولا إسلامي ولا أفريقي ولا عالمي. فبالتالي لابد إن احنا نعيد الاعتبار للدور المصري. الدور المصري بيعاد اعتباره إنه بالمواقف الحاسمة. ما يجيش مثلا دولة دويلة ده عدد سكانها كله ما يتجاوز 150 ل 200 ألف اللي هم القطريين نفسهم. وأنا كمان بلغة المشاعر، بلغة المصالح، ما تقدرش قطر تمشي 150 ألف مصري بسهولة. كان القذافي عملها، ما كانش بيقدر يمشي مصريين لأنه اقتصاده قائم على العمالة غير القطرية، لأنه هو أصلا ما عندوش قطريين بيشتغلوا، عندهم قطريين كلها بزنسة أساسا. فبالتالي ما عندوش شعب لا يحاسب ولا كذا. أنت هنا النهاردة بتعمل علاقة مع مين؟ قطر نفسها مشروع أمريكي. أنا بعتبرها الولاية رقم 52 بعد إسرائيل والخمسين ولاية اللي في أمريكا، بتنفذ المخطط الأمريكي الصهيوني في المنطقة، بتسعى من خلال وسيلة الإعلام بتاعتها الجزيرة بكل الإمكانيات الضخمة اللي عندها إن هي تلعب الدور السلبي في تفتيت المنطقة العربية. أفسر لك بإيه؟ ثلاث دول عربية خليجية أعضاء في مجلس التعاون بدأوا بقطع العلاقات بسحب السفراء من عند هذه الدولة. معناها كبير. تقوم أنت تيجي على مصر النهاردة تقول لها اعمل العلاقات أو استمر في العلاقات أو هنعمل وساطة أو بتاع، حاجة غير منطقية. يعني طيب الدكتور سعد دايما يقول لك ما هي أدلتك على أن قطر تتآمر على مصر؟ يا سيدي، الأموال اللي توزعت في مصر، المبالغ اللي بتصرف لمثقفين اسمهم مثقفين، أنا عندي تعريف المثقف الذي يعمل في خدمة وطنه وليس ضد وطنه، يعني المتثقفين مثلا، ها اللي هم بيشتروا، ده لعبة في الأدمغة، ده بيعملوا غسيل مخ لعدد من الرموز وبيغروهم بآلاف الدولارات في اليوم، وأنا اتعرض عليه ورفضت. فإذا هؤلاء الذين ينفقون هذه الأموال هذه الأموال التي تصرف ببزخ شديد، القصد منها اللعب في المحيط الثقافي اللي هي القوة المعنوية لشعب مصر، تفتيت مصر من الداخل، دعم مرسي ومشروعه في الفترة اللي فاتت، ودعم الإخوان بمليارات، واللعب في ليبيا واللعب في سوريا والتجنيد وبالسلاح، والمواقف موجودة من خلال جامعة الدول العربية. وتيجي تقول لي تعال نبدأ من أول ونعمل، طب ما هو يبدأ، طب ما هو لو عايز يصلح علاقاته، السؤال أنا اللي أصلح علاقاتي مع قطر ولا قطر هي اللي تبدأ تصلح علاقاتها مع مصر؟ لو هي عندها النية، لكن هي ما عندهاش النية ومش هتقدر تعمل ده، لأن هي بتنفذ مشروع أمريكي، بتسمع كلام أمريكا بالحرف، اعمل كذا اعملي كذا. هو في أصلا نظام حكم هناك؟ ما يقول لنا النظام الحكم إيه؟
انا مش عارف انا استاذ علوم سياسيه ولا اعرف كيف اصنف نظام الحكم في قطر الا انه ملكي وراسي اساسا، ومفيش محاسبه على حد، مفيش حد بيتحاسب هناك، ده احنا بنجلد المسؤول عندنا لو في مخالفه بالشيء الفلاني بحاجه بسيطه. فملك هناك مليارات عماله تتصرف من اموال الشعب القطري ولا يجد من يحاسبهم، ده معناه بتثير فوضى. دي دوله وظيفتها الاساسيه اثاره وتحقيق الفوضى، مشروع الفوضى في المنطقه العربيه بالكامل، وبالتالي هذه الدوله لابد ان تحاصر وتعاقب وتشعرها باحاديتها فقط في داخل حدودها، لان دي بنسميها في العلوم السياسيه الدوله القز، ميني ستيتس مش سمول ستيتس، والتصنيفات دي معروفه. ميني ستيتس دي ترجمتها الدوله، انا بترجمها الدوله المنمنمه صغيره قز، ما تقدرش تلعب هذا الدور، لان الدور له مقومات، له مقوم سياسي واقتصادي وثقافي وحضاري. مش معقول مصر بعد هذا كله يتبني سد النهضه يتعمل كذا، لان فقدت الدور. لو كان اثناء الدور وجود الدور السياسي الضخم لمصر ما كانش تقدر لا اثيوبيا ولا غير اثيوبيا يتجرأ على مصر بهذه الصوره الفجه وغيره من 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 طيب اسباب. خلينا نسمع الدكتور سعد، يعني هنا يعني هتلاقي الحديث عن انه قطر تتآمر على مصر، وانه اذا كانت الشيخه موزه مهمومه كما تقول فالمحبس عندها، تستطيع انه ما فيش حد عنده الجزيره مباشر مصر الا قطر، ما فيش حد عنده يستخدم حديث الانقلاب ووصف الانقلاب فيما يعد استفزاز للاراده الشعبيه التي تجلت في ثوره 30 وصف حدث 30/6 بانه انقلاب. في ما فيش حد بيأوي عنده حول قطر الى ملجأ وملاذ لكل المطلوبين او لعدد كبير من المطلوبين. المحبس عندها، لو هي مهمومه تستطيع ان تقفل المحبس يعني. طب الاول عايز اشوف المحبس والفلوس اللي بيتكلم عنها الدكتور جمال، لماذا لم يعرض علي شيء من هذا المال؟ مش انت عرض عليك، انت غني، انت لا يا حبيبي لا غني ولا حاجه، غني الله وحياتك، اللي عرض عليك ده هدي لك اديت لك الكارت بتاعي، ادي له النمر التليفوني وقول له الدكتور سعد بيقول لك يا ريت تجود عليه. هقول بما كنت لو اتصل بيا تاني هقول لا بقى، لا ما انا ما اتصلش، ما انا برفض يا دكتور سعد. بس انت عاوز حقيقي يا دكتور سعد، انت عاوز تقول انه قطر لا تغدق الاموال؟ لا يا سيدي ما قلتش كده، انا بيقول لك يعني حصل مواجهه بيني وبين حد من اللي راحوا الجزيره في قناه ثانيه، يا اما انا مش مثقف يا اما قطر لا تغلق. فاذا كنت انا مثقف ولم تغدق علي ولم يسال فيا احد، فانا برجوه انه يبلغ هذا الرجل او هذا المصدر انه في واحد يعني بس انا مش عاوزك تستخدم ده لنفي انه قطر يا سيدي مش تغدق الاموال، هي زكيمة فلوس في النهايه لتنفذ مشروع عن امريكيا اسرائيلي الا اذا كانت محسوبه ولا اتهم احد كده جزافا بدون دليل. طيب وبالتالي كمان عن المحبس، المحبس عندهم عن اسالهم هم ربما يعني يشاهدون هذا البرنامج او نبعت لهم هذا البرنامج او نبعت نسخه منه للسفاره القطريه وسارونه وسابلغ الشيخ. بس انت حضرتك اللي بتقوم بالوساطه. ايوه انت رافض الوساطه، فانا بقوم بها على قد ما استطيع وبعرض هذا الكلام. طبعا هناك من سيتفق معي وهناك من سيختلف، الاخ جمال بيختلف ماشي. لا يعني انت هل قلت للشيخه موزه ما فيش حد عامل الجزيرة مباشر مصر يا سيدي؟ مفيش حد لا بيأوي طبعا في ضيق، بقول لك حول قطر الى مأوى وملجأ للإرهابيين المطلوبين. حوار ضام ساعتين، لو انت عندك وقت اقول لك ايه اللي ضرب في الحوار في هذه النقطه بالذات. اهم النقاط واحد، انه من يفعلون ذلك هم مصريون اساسا، من الذين اتوا الى قطر في وقت من الاوقات حينما كانت تحتاج قطر الى معلمين والى اطباء والى مهنيين في كل المجالات، واتى وتصادف ذلك مع الفتره اللي كانت هناك مواجهات عنيفه بين نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والاخوان المسلمين، فذهبوا الى الخليج، الكويت وقطر والبحرين والسعوديه والامارات، وساعدوا في بناء هذه الدول كالدول الجديدة المستقلة حديثة.
واستوطنوا في ثلاث مؤسسات مهمين. الاخوان؟ الاخوان يعني استوطنوا المؤسسه التعليميه، تعليم، المؤسسه الدينيه، المؤسسه الاعلاميه، والمؤسسه الاقتصاديه. شركات وهم سابوهم بقى يلعبوا كده. بقول لك اسمع يا جمال، انا بسال سؤال. ما تقطعنيش يا حبيبي. لا انا مش بقطع، لا انا مش بقطع، انا بس تفسر. لا يا سيدي انا بستفسر، وانا مش قادر اعبر عن نفسي. لا انا بستفسر، هو اللي بيستفسر، هو اللي بيدير الرقاب. ماشي. انا عشان ابني وجهه نظري. طب ما تبنيها وانا بتكلم. طيب ماشي اتفضل. وانت يعني عاجز عن البناء؟ لا انت راجل بناء عظيم. بناء، وانا من عيله بنائين اساسا. ابويا مقاول معماري كانوا، فاحنا من العيله البنائين. ما هي دي الماسونيه، ماسوني يعني بناء. فعلى اي الاحوال عوده الى ان يعني هي قالت لك ان الاخوان توغلوا في مؤسسات الدوله في قطر وسيطروا عليها. توغلوا فيها، ما قلتش سيطروا برضو. توغلوا كلماتي بدقه. طيب ما اوعى تحط كلمه على لساني ما قلتهاش. طيب انا بحذرك وبحذر كمان. انت توغلوا يا سيد العزيز، تؤمن بحريه الراي؟ انت ما ماسك لنا مسدس. انا ماسك مسدس؟ انا قطعتك ولا قطعته؟ ابدا. طيب ما انا قلت توغلوا وسيطروا، فقلت لي بلاش سيطروا، توغلوا. لا انا هو انت اللي عايز استفسار منه ولا عايز استفسار منه؟ انا قلت توغلوا. طيب. عشان كده انا بقول لك انا لست عاجزا. يعني الشيخه موزه اعترفت بانه الاخوان توغلوا في مؤسسات الدوله في قطر، وبالتحديد في الثلاث مؤسسات. الثلاث مؤسسات، مؤسسه التعليم والمؤسسه الدينيه والاعلاميه والاقتصاديه. اربع مؤسسات. اربع مؤسسات عملوا شركات ماليه وبنوك تقوى وغيره في قطر. وبالتالي هذه الدوله وهذا المجتمع تشبع او تشرب كثير من الفكر الاخواني، وهي تعترف بذلك. وفي هذه الاوقات كانوا محتاجين هذا الاعتبار خليجي. ايه الاعتبار ده؟ كان هناك مفتي في السعوديه اسمه الشيخ بن باز. وكان هناك ما يشبه الابتزاز الديني او الوهابي للقطريين. هم القطريين وهابيين كما زي السعوديين. انما ليسوا وهابيين بالدرجه الكافيه كما كان يقول الشيخ بن باز. فاحتاجوا الى شخصيه او سلطه دينيه معترف بها ولها يعني باع، فلجأوا الى علماء الازهر المصريين. فذهب منهم الشيخ يوسف القرضاوي الذي يعيش في قطر بقاله اكثر من 40 سنه. وهذا الرجل استطاع فعلا انه يخلق شبكه من العلاقات، من الأنصار، من التلاميذ، مش في قطر بس ولكن في كل الخليج. ووصلت هذه الشبكة إلى الإمارات، والإمارات استيقظت حديثا يعني من حوالي سنة على خطورة هذه الشبكة، وبدأت حرب ضروس تواجهها وتقتلعها من الإمارات. ماذا فعلته الإمارات في هذا الشأن؟ بدأ ينتقل من دولة إلى أخرى في الخليج، ومن هنا ما فعلته السعودية والبحرين والإمارات. وعلى أمل، وده قلناها طبعا بالنسبة في الحديث مع الشيخ موسى، فقالت طب نبدأ بهذه الحوارات، قولوا لنا كل هذا الكلام، وثقوا كل هذا الكلام حتى نتعامل معه. فإذا هي رمت الكرة في ملعبنا، وانا هنحاول نرمي الكرة في ملعبها تاني. هنقول لها ادا رأي المثقفين، وهناخد نسخ من هذا البرنامج ومن برامج اخرى بيصار في هذا الموضوع، ونبعتها للشيخ موزة ولغيرها من يومه الامر في قطر، حتى يروا المشاعر وهي حرارة هذه المشاعر اللي عبر عنها الدكتور جمال، عشان يعرفوا قد ايه الالم ايضا اللي موجود عندنا. هل مش بس انا مش عارفين المشاكل فين يا دكتور سعد؟ يعني هم مش عارفين المشاكل بين مصر وقطر فين، فيحتاجون ان نرسل اليهم هذه برامجنا وان نرسل اليهم. والله للاحتياط يعني ربما عارفينها، واكيد عندهم برضو سفارتهم هنا بتلتقط كل هذه الامور وبيتبلغوها. لكن ايه المانع؟ يعني ذات الخير خيرين.
زيادة التأكيد تأكيدين. طب ده توغل الإخوان في مؤسسات الدولة في قطر، وبالتالي هي بتقول يعني أنه لا تستطيع أن تمحو ده يعني، وأنه بين يوم تأثير وليلة. ده هيستمر. لا مش يعني، لكن يعني وجود الصحوة التي حدثت، بدأت بالإمارات ثم بالسعودية ثم الآن بالبحرين ثم في الكويت اللي بتحاول يعني تمسك العصاية من الوسط، كل هذا طبعا لابد أن يؤثر على قطر، ولكن احنا نساعد في عملية التأثير دي، نسرع بها لعل وعسى يستطيعوا أنهم يحتووا هذا النفوذ الإخواني ويقتلعوا. طيب وفي أثناء وجودي يعني برضو كظاهرة أو بادرة، عدد من القيادات الإسلامية التي كانت قد لجأت إلى قطر في الفترة الأخيرة بعد 30 يونيو غادرت، منهم عاصم عبد الماجد وآخرين وطارق الزمر. وطارق الزمر، فده يعني تقدر تقول زي بادرة إن تقال لهم. كذلك الشيخ رضوي توقف يعني عن توقف عن الهجوم على مصر وعلى الدول العربية الأخرى. يعني أنت شايف أنهم أن قطر قدمت خطوتين هنا يعني؟ يعني حاجة يمكن مش ما فيه الكفاية، إنما على الأقل بادرة، حاجة رمزية تدل على هناك نية لاحتواء ما يهدد العلاقات المصرية القطرية أو العلاقات القطرية ببقية العالم العربي. طيب قبل ما أسأل حضرتك عن هل كلمتها في قناة الجزيرة ولا لا، دكتور جمال هنا الشيخة موزة اعترفت للدكتور سعد الدين إبراهيم بأنه الإخوان توغلوا في مؤسسات الدولة في قطر، والمؤسسات الحساسة تحديدا الدينية والتعليمية والإعلامية والاقتصادية، وبالتالي يعني هي بتقول أنه كل ده لابد أن ينعكس بالتأثير، ولا يمكن أنك تشطبه بين يوم وليلة، يعني سيأخذ وقتا. لا هو أولا يعني أما الدولة القطرية أو الشيخ موزة طبعا هي بقت خارج المشهد المفروض الرسمي، يعني دلوقتي بقت طرف شعبي زي الدكتور سعد الدين إبراهيم وزينا كده، لأن هي سابت الحكم. لكن في التأثير ما أعتقدش يعني في قوة التأثير يعني ما زال لها قوة التأثير، يعني لا زالت برضو أم الشيخ حمد اللي موجودة في الشيخ تميم. الشيخ تميم لا أم الشيخ حمد، الشيخ حمد اللي هو أبو تميم اللي هو مرات خليفة، اللي هو موجودين في الإمارات حتى الآن يعني حسب معلوماتي. لما بيخرجوا التأثير بيقل، لأنه اللي موجودين في السلطة هم بيحاولوا يستحوذوا، لأنه بينفذوا الأجندات اللي هي مطلوبة منهم يعني، ودول ما لهمش سياسة خارجية مستقلة ولا لهم يعني يملكوا القرار السياسي، ولكن هم وترك الإخوان جماعات الإخوان هناك انهم يتوغلوا بهذا الشكل، ده جزء من ده لو ده صحيح، انا عندي بعض الشكوك في حجم هذا التأثير يعني، لان هم بتقولك ده المصريين اللي عملوا، يعني عايزة تصدر لنا المشكلة، ده المصريين اللي جم عندنا وهم اللي عاملين لكم مشكلة. مصريون ينتمون لجماعة الاخوان. يا سيدي ممنوع ان حد يتكلم في دول الخليج من المصريين في اي شأن سياسي على الاطلاق، ولا اي دوله عربيه خليجيه نهائيا، ولا في السعوديه، عشان بس يبقى كل عارف من ايه، ما نقولش المصريين بيشتغلوا حسب ما النظام يسمح له، فهم بيشتغلوا ضد مصر يعني صدروهم على مصر. سعد قال هم كانوا في حاجه الى ما يمكن ان نسميه مش الاخوه، المؤسسه الدينيه البديله. لا ده يوسف قرضاوي لبن باز والوهابية في السعوديه، ده متأمم اساسا لتنفيذ مشروع يعني، اصل الناس دي ما بتشتغلش يعني بشكل فردي، ده بشكل مؤسسي يعني، ظاهرة يوسف القرضاوي اللي بيدي الحكام على حسب ما هو عايزين، ده مش رجل فتوى ولا رجل دين، ده بيدخل في مجال المأجورين أساسا يعني، بيطلع من جيبه كده زي الحاوي، اللي عايزين الجمهور يتحكم، ها اللي عايزين الحكام ينفذ لهم. لماذا لم يقل رأيه مثلا في قواعد الأمريكية اللي موجودة على الأرض القطرية، يعني ثلاث قواعد عسكرية ضخمة بتدير أمريكا في إطارها وبتصرف عليها قطر يعني من أموال الشعب القطري، بس أنا مش لاقي دولة أتكلم عنها، دي أصلا ولاية صغيرة بتتكلم باسم أمريكا، مشروع أمريكي، فإيه تصدير
فكره ان الاخوان متغلغلين هناك. عايز يقول لنا من ده الرساله ايه؟ انا استقبلها ازاي مثل هذه المعلومات؟ استقبلها في اطار المشروع الاكبر اللي هو فاشل، المصالحه مع الاخوان ومحاوله ادماج الاخوان في العمليه السياسيه. فقطر تبقى على الخط، ممكن تبقى قطر زي حسن نفعه وزي العوه وزي اللي بيطرحوا لنا كل شويه مشروع للمصالحه. فهو ده قطر بتقول انا عندي الاخوان واقدر اتحكم واقدر اعمل كويس، ادمجوهم بقى في العمليه السياسيه. ده المشروع انه الاجنده الامريكيه اللي بيتبناها الليبراليين الامريكان اللي هم لهم اجندات مع امريكا، مثلا زي عمرو حمزاوي وغيره من الاسامي، وبقولوا على مسؤوليتي هذا الكلام. كل من يريد ادماج الاخوان هذا مشروع امريكي. فالنهارده جاي لنا على الخط مصالحه مع قطر عشان ادماج الاخوان في النهايه، هو ده القصد، وبالتالي نهدي العلاقات ونهدي الجزيره ونهدي كل حاجه في هذا السياق. طب هو قال لك ان يعني أنا بشوف قطر قدمت خطوتين. ما قدمتش حاجه مصر، طرد بعض الارهابيين الذين يقتلون. مفيش، ما طردتش حاجه، ما طردتش حاجه، التانية ما طردتش حاجه سيدي. الشيخ يوسف ما حصلش طرد حاجه، المعلومات دي مش شقيقه. ما هاجمش مصر اسبوع واحد بس، امبارح، اول امبارح، امبارح الجمعه، ايوه الاسبوع اللي فات كان مهاجم، واللي قبله واللي قبله واللي قبله، وموجودين. ودول عشان كده انا بقول لك دول بيستخدموا ادوات، ما ده بياكد لك ان هم بيستخدموا كادوات، مش كانه الشعب المصري راح احتل قطر مثلا واصبح من الهيبه. ده عدد المصريين اللي بيقول عليهم الدكتور سعد بيعادل عدد الشعب القطري. الشعب القطري ما يتجاوزش 150 ل 200,000 نسمه مواطن قطري. ها؟ فانا اللي انا شايفه ان المحاولات دي غرضها الاساسي التخديم على ادماج الاخوان كمشروع امريكي اوروبي في العمليه السياسيه، التاكيد على انه حصل في 30/6 ده اصلا انقلاب وليس ثوره، وبالتالي في تجاهل لاراده الشعب المصري الكاسحه بالملايين، ودي مش عارف تترصد ازاي، الدكتور سعد الدين الدوراني يرصدها ازاي من خلال قياسات الراي العام. ملايين كانوا في الشارع، تجاوزوا ال 40 مليون في 30/6 وفي 1/6 وفي 3/7 في 1/7 3/7 و26/7 بالملايين، وهذا ما توقعناه. يعني اذا لما نيجي نتكلم عن هذا الذي يجري من جهود، هو محاولة لإنقاذ قطر، لأن قطر أصبحت على حافة الهوية. عايزين ينقذوا المشروع الأمريكي اللي في المنطقة الصهيوني، عايزين يلعبوا في المساحة دي. الشعب المصري أصبح يقظا، مصر لازم تعود لدورها القيادي في المنطقة. لما أجي يتقال لي أنت ليك 150 ألف قطري هنا، في عندنا قيم معنوية أصلا في مصر. أنت ليك 150 ألف مصري في مصري في قطر. تحت هذا هذه المساله بهددك، بقول لك انت ليك مصالح عندي، ما تقدرش تعمل حاجه معايا. لا، مصر تقدر تعمل خيار واثنين وثلاثه واربعه وعشره، لان مصر لها رصيد كبير جدا، والمصريين اللي عايزين يقعدوا هناك ويقبلوا الوضع ده اهلا وسهلا، مش عايزين يرجعوا مصر بلدهم. طيب فهنا بنقول مش ده اللي بيقدر يحدد، ده محدد من 20 محدد في صياغه السياسه الخارجيه للدوله. مش معقول ابدا ان دوله هتذلني وتذل شعب مصر 90 مليون عشان 150,000، مع الاحترام لهم ارجعوا بلدكم. ما حدش بيقبل ده، دول إزلال. عديده معنى ذلك يعني منطق هذا ده، المنطق ده منطق الاذلال في اطار المساومات للرضا على قطر او اصلاح العلاقات مع قطر. ده منطق انا شايفه مش مساله علاقات الدوليه، علاقات الدوليه لما يكون في اطراف متوازيه. طيب بمناسبه ده ناخد بس تليفونات وهننتظر اتصالاتكم على التليفون اللي على الشاشه، لانه كمان لابد ان نستطلع راي المواطنين. شريف البدوي من المصريين الذين يعملون في قطر. استاذ شريف اتفضل. مساء الخير يا استاذ زاهر. مساء الخير، اتفضل. تحياتي لحضرتك والدكتور سعد والدكتور جمال. اهلا بيك، اتفضل. حضرتك يا فندم، انا مش هدخل خالص في السياسه ودور قطر في تمويل الاخوان والقصص دي، لان انا ما عنديش ايفيدنس تقول ان هم عملوا كده. لكن انا هتكلم في حاجه دكتور جمال كررها اكتر من مره. دول ما يجوش 150,000، دول لو جم في شبرا هيغرقوا. القطريين ما عادوش بالطريقه دي يا جماعه، الناس بقت بتتعلم كويس، الناس بقت بتبعت عيالها تتعلم بره وتاخد شهادات محترمه جدا. معظم الوظائف حاليا بقى بيشغلها قطريين كتير، مش زي الاول يا جماعه، ما عادوش رعاه غنم، ما عادوش ناس مش فاهمه، لا الناس دي فاهمه السياسه والناس دي فاهمه ازاي تدور الدوله. ولو كانوا دخلوا في اي حاجه يعني
تمويل داعش اي قصه من القصص دي حضرتك ما اعرفش هم مستنيين من وراها ايه، لكن انا ببلغ حضرتك ما اعرفش انا مش هتكلم عن المصريين كتير، هتكلم عن نفسي. انا شخصيا عايش في البلد بقالي 11 سنه، ما فيش قطري اتعرض لي بسوء من يوم ما جيت، بالعكس كان كل كلامه محترم حتى معانا في الشغل، حتى بعد المشاكل اللي حاصله حاليا ما بين قطر ومصر الناس بتتعامل معانا بمنتهى الاحترام، يقول لنا صعبان علينا المدرسين اللي كانوا بيدرسوا لنا. طب وانت موافق على ان الجزيره تشتم مصر ليل نهار وما تحترمش اراده الشعب المصري في 30/6؟ انت موافق كمصري عايش في قطر؟ فندم اي اكاذيب بتقولها الجزيره طبعا مردود عليها يا فندم. لا 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 انا ما بتكلمش كده، انا قلت الحقيقه في الاول، انا لا هتكلم في تمويل ولا هتكلم في اعلام ولا هتكلم في سياسه، انا بتكلم مع سيادتك في المين ستيت اللي حضرتك بتقول عليها اللي هي الدوله النمنم دي. الدوله النمنم دي بتشتري اسيتس في كل حته في الدنيا علشان قطر تبدا تعرف، وما تقنعنيش سيادتك ان حضرتك مش عارف يعني ايه قطر ايرويز، ما تقنعنيش حضرتك. لو يعني الشعب المصري بيحب الكوره بيتفرج على برشلونه بيشوف قطر فاونديشن بيشوف قطر، يعني حضرتك لازم نبص للدوله دي بشكل تاني خالص بعيدا عن مساحتها وعدد سكانها. يعني نخليها تشتمنا ليل نهار كده ونسكت لها؟ لا يا فندم، عندنا وزاره خارجيه تقدر ترد. وقطر المتقدمه اللي في وجهه نظرك دي ما عملتش، ما اسستش ليه نظام ديمقراطي اساسا يعني؟ والله ده النظام معمول في دول الخليج من يوم ما ربنا خلق دول الخليج. لا انا بقول لك على قطر، مش قطر انت بتدافع عنها. لا هي بس يا استاذ شريف عشان نبقى يعني ما يعني ما فيش حد يستهين يعني 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 لا نستهين بالقطريين ولا حديث عن، اصل انت بتقول انه القطريين تعلموا جيدا، ما فيش حد هيستهين من كده ولا بالشعب. القضيه انه قطر تتآمر على مصر، الظواهر كثيره والادله عديده، عندك القناة مخصصة للتعامل مع ما يحدث في مصر على أنه انقلاب وإشعال الفتن هنا وهناك، بالإضافة إلى إيواء الإرهابيين، وفوق ذلك كله ضخ الأموال. يعني قناة الجزيرة تدار الآن من خلال التنظيم الدولي للإخوان كما هو واضح، ولا يجب أبدا أنك تهون من كل هذه الأمور. الجزيرة تدار من قبل الإخوان؟ نعم حضرتك، عند حضرتك دلوقتي دليل ان قناه الجزيره بتدار من قبل الاخوان؟ الشاشه في حد ذاتها دليل. انت حينما يتم وصف ما يحدث في مصر على انه انقلاب، حينما يتم ايواء كل عناصر الاخوان وكل المطلوبين، حينما يتم استخدام تعبيرات سياسيه على السنه المسؤولين واحتجت مصر في التعامل مع ما يحدث في مصر والتدخل في شؤوننا والحديث عن انه مصر تقتل المتظاهرين وإهانة الجيش، انت تقبل بإهانة قواتك المسلحة يوميا على شاشة الجزيرة وتحدثني عن انه في دليل؟ لا يا فندم ما اقبلش. لا اتكلمنا على انه في دليل. لا 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 يا فندم، على فكرة ما تضيف الحوار في جهة تانية. على فكرة حضرتك انا والدي اصلا لواء شرطة، فما تكلمنيش خالص في اهانه العسكريه لان انا متربي عسكري. ولا تهان العسكريه ولا تهان القوات المسلحه، جيشك الا يهان يوميا؟ لا 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 لا, لا, لا على قناه الجزيره لحظيا مش يوميا. ترد على الجزيره، ايه الخطوه اللي انتوا كبلد وكاعلام خدتوها علشان ترد على الجزيره وتقولوا الجزيره دي كذابه وفيها مدلسين وفيها ناس من الاخوان؟ احنا ما خدناش اي خطوه. لا الشعب المصري خد الخطوه في 30/6 وحطم هذا المخطط واستعاد هويته في 30/6، والاعلام اللي انت بتستهين به الاعلام المصري لا لعب دورا كبيرا في كشف وفتح هذه المخططات. استاذ شريف البدوي الف شكر. يا دكتور سعد خلينا في الجزء الثاني، قناه الجزيره، انت قلت انه السيده اعترفت بكل وضوح من انه في توغل اخواني في بعض مؤسساتنا وهذا سياخذ وقتا طويلا حتى نستطيع ان نتخلص منه، وقلت انهم قدموا شيكين، يعني الشيك الأول شيكين ليس ماديين، يعني ما يتعلق ب يعني ترحيل بعض المطلوبين الذين كانوا يقيمون في قطر أو تسفيرهم ما أعرفش إيه الطريقة، والتاني أنه الشيخ يوسف القرداوي توقف عن الهجوم على مصر. لكن قناة الجزيرة هل ناقشتها في قضية قناة الجزيرة؟ ماذا قالت؟ قالت أنه أنتوا عندكم إعلام قوي جدا ينبغي ان يرد على قناة الجزيرة.
انت بتؤمن بالتعدديه الاعلاميه يا دكتور سعد الدين ابراهيم؟ بتخاطبني يعني. قلت له اه طبعا بؤمن بالتعدديه السياسيه والتعدديه الاعلاميه والتعدديه الثقافيه. قالت طب مصر بكل جلاله قدرها وبكل القنوات وبكل الاعلاميين الافزاز اللي فيها لماذا لا يردون؟ هذا كان سؤال على ما أثرت أنا فيما يتعلق بالجزيرة. ده فيما يتعلق لماذا لا نرد، لكن يمكن أن تسأل لماذا تتعاملين مع ثورة 30/6 على أنها انقلاب؟ لا ما دخلتش بقى في تفاصيل. لماذا تتدخلين في شؤوننا الداخلية؟ يا سيدي العزيز لماذا بتهين القوات المسلحة كل يوم؟ لا ده ابتزاز معنوي للمحاور. لا دكتور سعد لو سمحت لا تصف اسئلتي بانها ابتزاز. طب انا هوصف كلامك على انه ابتزاز ايضا. يا سيدي العزيز انا خلاص سبت قطر، انت بتقول لي ما سالتهاش، قلت لها ليه كده؟ طب ما انا بسالك. انا سالت عندي كان عندي قول لي ما سالتش. ايوه او قول لي سالت. ما انا اقول لك قلت لها ايه وتمنى ايه. فانت دلوقتي يعني بتتقمص. لا انا مش انا بتقمص نفسي يا دكتور سعد. يا استاذ لا اتقمص انا لا اتقمص نفسي العزيز. انا بسالك ما قلتلهاش انه لا ما قلتلهاش. انا قلت لك اللي قلت خلاص ما تزعلش قوي انك يا سيدي العزيز انت قاعد تبتزني. ابتزك ليه وهو بيبتزني؟ ايه ابتزك ليه؟ ايه اللي انا بسالك يا دكتور؟ انا بسالك يا دكتور انت حاسس ليه؟ ما قلتلهاش. انا ابتزك ما الذي ساحصل منه منك عليه لما ابتزك؟ هاخد منك ايه؟ الله اعلم. ما انت بتقول لي بتبتزني، هاخد ايه منك يا دكتور سعد؟ هو الابتزاز لما بيبقى مادي؟ طب هبتزك ايه؟ معنوي. هبدو بطلا عليك يعني؟ لا مش عايز ابدو بطلا عليك. انت عايز تبقى شعباوي. لا ما هو شعب. ما هو قال لك الشعب. ده اعتراف. ده اعتراف ان الشعب المصري ضد ضد شعباوي ضد قطر. شعبي. ما هو شعباوي يعني يا استاذ جمال انت عارف الفرق بين الاثنين. لا ما هو شعبي برضه. بقول لك شعباوي ما قلتش شعبي. طريقته شعبويه يعني؟ يعني هو كده المقصود. وقعنا بعض ولا طيب. اكتر خلينا يا دكتور سعد قناه الجزيره نقطه اساسيه جدا. انا مش مسؤول عن قناه الجزيره. ازاي انا مسؤول عنها؟ هي بتاعتي. انا بكلمك عن عن أيوة عن, عن مسؤوليه قطر حديثي من خلال حوار. قلت لك اللي دار في الحوار ولخصته، وبعدين انت بتسالني بعض حاجات ما سالتهاش. ما سالتش خلاص بس خلاص. انا سالت عليها قلت لي ما سالتها. طيب خلينا هنا دكتور جمال قناه الجزيره هل تعتقد بانها من القضايا الاساسيه؟ يعني انا عايز يا جماعه نجيب الجزء اللي انا كنت اذعته. انا كنت قلت معلومه في بدايه الحلقه انه رئيس مدير المخابرات القطريه كان قد اتصل برئيس المخابرات العامه اللواء محمد فريد التهامي وبعد 30/6 وقال له مبروك. الشيخ تميم قال لي اكلمك وتعالى اتفضل تعالى قطر. فرئيس المخابرات العامه المصريه رد عليه وقال له انه بدل ما اجي قطر 4 ساعات رايح و4 ساعات جاي، المساله بسيطه جدا، احنا عاوزين الجزيره تتعامل بموضوعيه فقط ولا تتآمر على مصر. تعالوا نشوفها على الشاشه اللي هو الجزء اللي احنا أزعناه في بداية هذه الحلقة. طيب دكتور جمال، يعني انا قلت يعني حينما حتى بعد 30/6 مدير المخابرات القطريه قال لرئيس المخابرات العامه المصريه تعالى قطر، الامير تميم عايز يقعد معك، قال له لا، يعني انا بدل 4 ساعات رايح و4 ساعات جاي، المساله بسيطه، الجزيره بس تشتغل بموضوعيه ولا تتآمر، يعني حتى ما قالوش تتوقف عن الهجوم، موضوعيه يعني. هنا قناه الجزيره ليست هي القضيه الاساسيه؟ الجزيرة، ما احنا قلنا في سلاحين،
سلاح المال وسلاح الإعلام. الجزيرة هو السلاح اللي بتلعب بيه دولة قطر لتنفيذ المشروع الأمريكي الصهيوني التفتيتي في المنطقة العربية كلها، ومصر في قلب هذا المشروع. فالإعلام القطري من خلال قناة الجزيرة سواء الرئيسية اللي هي بيسموها الإخبارية أو الفرعية اللي هي قناة الجزيرة مباشر مصر، دي بتلعب دور خطير متوجهة للشعب المصري لتمرير المشروع الإخواني وتشجيع الإخوان. وإحنا كنا في مقابلات ومواجهات، وآخر مواجهة كانت في الجزيرة معايا أنا، ورفضت بعد كده روح الجزيرة لأني تأكد ليا 100% أنها مشروع أمريكي صهيوني وبيمرر الإخوان وبيشجع الإخوان وبيدعم الإخوان، فأصبح ده هدفها الأساسي. فبالتالي لما الشعب المصري يقوم ويسقط هذا المشروع الإخواني التفتيتي اللي هو بينفذ المشروع الأكبر الأمريكي الصهيوني في المنطقة، يبقى معنى ذلك أن هذه الجزيرة، هذه القناة، لابد أن تحترم الشعب المصري ولا تروج لهذا المشروع الأكبر والمشروع الأصغر اللي هو مشروع الإخوان. وكل دول على فكرة بيلعبوا كممثلين على مسرح أجهزة المخابرات. شوف أنت حضرتك قلت إيه، رئيس مخابرات تكلم رئيس مخابرات، وفي رئيس مخابرات الدولة الكبيرة العم سام في واشنطن هو اللي بيدير كل المسائل دي. الإخوان مشروع مخابراتي بريطاني بين حسن البنا وبريطاني، بريطانيا 29 28، وقام عشان يهدم دستور 23، وده 29 حصل. ده ناس تفتيتيين وتخريبيين عايزين يفتتوا مصر، عايزين يدمروا مصر، عايزين يخربوا في مصر. فهدفهم النهاردة إشاعة الفوضى في داخل المصر. ليه؟ في مين القناة المحترمة الموضوعية اللي بتحترم نفسها ومصداقيتها عند المشاهد، أو بتخلق وبتبني مصداقية ماسونية زي ما بيقول الدكتور سعد على البنائين يعني، وبيوصمهم بهذا الوصف، إنه يلاحق يستخدم طرق غير مباشرة ويروح يسجل حاجات ويضخمها ويلعب في المشاهد. كل الكلام ده كله وتيجي تقول لي إن هذه القناة بريئة؟ لا، على المفتوح كده زي ما بنشتغل اهو، بنيجي وبنخاطب الرأي العام، ولا بتضخم حاجة ولا بتلعب في الرسالة ولا أي حاجة، مباشر. أنت بتخاطب الشعب المصري دلوقتي وبتدافع عن وجهة نظره في مواجهة وجهة نظر أخرى يعني ليها يعني أهدافها وعلمزك. فبالتالي الجزيرة هي القلب من هذا المشروع، أداة، لكن معاها الفلوس يا سيدي. ده قطر صرفت باعتراف أصدقائي أساتذة العلوم السياسية في قطر في ليبيا 2.4 مليار دولار. دولار بيصرفوا المبالغ دي ليه؟ لازم نعرف استقطاب المصريين في الجزيرة بالمبالغ الرهيبة ليه؟ توفير السكن والأماكن هناك ليه؟ منح الجنسيات ابن الشيخ يوسف القرضاوي، كلهم عن جنسيات قطرية. ابنه كان شغال نائب السفير القطري اللي هو من عائلة ألسان أو من الأسر القريبة في مصر، يبقى مواطن مصري. عشان كده لازم السلطة المصرية تراجع جميع الجنسيات الممنوحة لغير للمصريين بالدول الأخرى، تراجعها وتشوف الناس ديت أساسا بيلعبوا لأي مشروع. لا يجوز حتى في العلاقات الدبلوماسية، وأنا زي ما قال الدكتور سعد أستاذ علاقات دولية بالأساس، ها، والدراسات القنصلية والدبلوماسية جزء من شغلنا، ها، لا يجوز إن الدبل ده تعدد الولاءات ده يعني. إزاي طيب. إزاي يبقى أنت معاك يعني، هل يجوز للدكتور سعد الدين إبراهيم هو معاه جنسية أمريكية يبقى نائب السفير الأمريكي في مصر؟ ممكن بحكم أنه مواطن هناك. هي صار هنا الدبل ده لا يجوز أبدا في العلاقات الدبلوماسية، لا يجوز. طيب. لنسأل أستاذ محمد الجريحي من بورسعيد. أستاذ محمد اتفضل. أستاذ محمد اتفضل. أهلا بيك، اتفضل. تعليقك على الحديث عن جهود وساطة بين مصر وقطر، اتفضل. هو حضرتك يا استاذ وائل، احنا ما احناش في هنقسم تورته ان احنا ندخل وسيط في النص، تمام؟ دي اول حاجه. ثاني حاجه ان هي قطر عملت كتير، مش ما عملتش كتير، عملت معانا حاجات كتير اللي حد ما ينساهاش. وش معنى الوقت قطر بعت وسيط؟ مش معنى الوقت ما بعتتش من الاول؟
ولا هي بعد ما خربتها ولقيت ان ما فيش اي حد من شمال ولا من يمين هيديها حاجه فهي عاوزه تيجي. وغير كده اللي هي غنيه فعلا استاذ وائل، بس هي غنيه بالفلوس. مصر عندنا غنيه بحاجات كتير، غنيه بشبابها اللي هي لحد دلوقتي بيحبوها. ومهما اقول لك على حاجه، المهم اللي احنا شاربين ميه وعارفين ان الميه وحشه، وعارفين اللي احنا قاعدين من غير شغل، وعارفين اللي احنا كل يوم ممكن اي ضابط ولا اي حد يجي يرخم علينا، بس برضه بنحبها استاذ وائل. وشوف رغم ان انا شاب عندي 22 سنه، انا بتكلم على واحد طيب اللي هو ما كانش يعرف حاجه عن السياسه استاذ وائل. احنا معرفناش استاذ محمد. بتوجه ليك بالشكر. قلت رايك مدام نهى. مدام نهى اتفضلي. مدام نهى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مدام نهى اتفضلي. الحقيقه انا كنت الاول عايزه يعني اشكر جدا حضرتك على البرنامج. انا الاول كنت زعلانه لاني يعني اتكلم بصراحه. اتفضلي اتفضلي. يعني انا لما شفت الدكتور سعد بيتكلم في برنامج مع الاستاذ خيري رمضان، يعني الحقيقه انا استفزني جدا الكلام، وكنت حاسه لا ليه هنعيد الموضوع تاني. بس قد ايه انا مبسوطه ان حضرتك جبته. لا سواء لاهميه الموضوع، انا قلت في مقدمه الحلقه انه الدكتور سعد ظهر في اكثر من برنامج تلفزيوني، لكن قلنا نعمل مناظرة حول هذه القضية بالظبط كده. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، أنا عايزة أحيي الدكتور معلش أنا الاسم يمكن دكتور جمال زهران. دكتور جمال زهران أحييه جدا جدا يعني. وهقول لحضرتك عشان لو في حد بيتفرج علينا من الشخصيات البسيطة يعني. إحنا دلوقتي 2 جيران في عمارة. أنا الجارة دي عملت حاجات كتير جدا معايا، ضربتني وشتمتني وعملت عني سمعة مش كويسة. دخل حد من الجيران. الشيء الطبيعي ان انا عشان اعمل مصالحة او العلاقات ترجع زي الاول او تشبه الاول، ان اللي غلط ابسط الامور انه يعتذر. ده اذا كان خطأ لفظي، انا شتمت، انا ضربت. انما لما اكون انا بشوه بلد زي مصر، انا استضفت عندي اخوان بغض النظر عن اللي بيشتغلوا اللي قاله الدكتور سعد، مطلوبين في البلد دي. انا بشغل قناه متعمده، ده يعني متعمده انها تشوه البلد دي عالميا على كل المستويات، بعكس اللي بيحصل فعلا. يعني هي اراده الشعب المصري هي مش معترفه بيها، فهي فعلا بتغلط فيها بالشتيمه يعني انا احيانا بروح الجزيره انا عايز اعرف هما بيقولوا ايه. لا ما بقدرش استنى الحقيقه دقيقتين مثلا او حاجه. فانا قصدي ايه، معروف في قناه الجزيره، في الاخوان اللي موجودين هناك، في الوجهه النظر اللي هما بيصدروها، ان ده نمره واحد لازم هما يبدوا حسن النيه، دي نمره واحد، ويوقفوا الجزيره في اللي بتعمله، يرجعوا. ما فيش حاجه اسمها الاخوان اللي عندها المطلوبين راحوا لندن. أنا مش مطلوب منها إن هي تودي ناس حتة تانية عشان تبعد من عن نفسها التهمة. لا، هي المطلوب إنها الناس المطلوبين دول اللي كانوا عندها تجيبهم مصر، تبعتهم مصر. والجزيرة لهجتها تعتذر عن اللي بتعمله. يا أستاذة نهى، يا أستاذة نهى، وهيطلعوهم في الجزيرة من لندن. ما أنا شفتهم. ما أنا شفتهم. ده إذا راحوا لندن أصلاً يعني. يعني أنا ما أعرفش هما فين، إنما أنا ده اللي أقصده. يعني بعضهم في لندن وبعضهم في تركيا. يعني أنا معلش ليا رأي ثالث، بس إن زي ما الدكتور سعد بيقول، إذا كان في مصالح بين الدول، زي مصالح بين الجيران، زي كل حاجة، دي لازم تقوم على احترام. على الكرامة. على كل واحد برضو، أنا زي أنا كبيرة، لما يتعامل معايا حد أصغر مني سناً تفرق عما يتعامل معايا حد قدي. وفي كل الاحوال لازم يكون في احترام، لازم يكون في كرامه، لازم يكون في احترام لاراده الشعوب. هم بيتدخلوا في حياتنا بغض النظر عن الفلوس والكلام ده، باسلوبهم اللي هم بيعملوه اعلاميا وباستضافتهم للناس دول. يعني انا حزينه، انا اسفه يعني، ان الدكتور سعد بيتكلم في الموضوع ده، وان لما حضرتك بتساله ما قلتلهاش ليه على الجزيره؟ قال ما قلتش. لا انا افهم ان هو لما كان يقعد يتكلم معاها يقول لها انتوا اخطاتوا في حقنا في كذا وكذا وكذا، حاجات واضحه. هي بقى ردت عليه قالت له ايه؟ حسن النيه. ده اذا كان في حسن نيه فعلا، حسن النيه اذا افترضنا ان هي اللي غلطوا فيه يصلحوه، ده الحد الادنى اللي الواحد لازم يتقبله.
واخيرا بقى الدكتور سعد بيقول في استعداء شعبي في مصر ضد قطر. كلمه استعداء يعني حد بيخلي الشعب المصري يكره قطر، دي اهانه لمصر وشعبها. هو مصر مش مفيش حد بيستعديها، هو الشعب فاهم من صغيره لكبيره قطر بتعمل ايه في مصر وبتحاول قد ايه تشوه الصوره وتحطم الناس. فالكلام ده ما ينفعش، احنا مفيش حد بيستعدينا، احنا شايفين الصوره كويس. انا مش الدكتور سعد اللي هو ما شاء الله عليه، انا لو قعدت مع الست دي هقول لها اللي على قدي مش زيه يعني، هقول لها الجزيره كذا وانتوا بتعملوا كذا الاخوان عندكم، انا شايفه الموقف ده واضح يعني. فهو مش محتاج الدكتور سعد انه يقول لا ما قلتلهاش. طب ما قلتلهاش ليه؟ مش دي بلدك؟ مش انت شايف ايه اللي هم بيعملوه؟ طب ما تقول لها الجزيره بتعمل كذا وده تحريض، انتوا واخدين عندكم اخوان ولازم ترجعوهم. ده الكلام المنطقي ان انا حاضر يا نوح، حاضر مرة جايه ولا ان شاء الله. انا مدام حاضر، انما انا مش قادر اعذره الحقيقه. لا خلاص حاضر يا حبيبتي، قولها وقولها ان شاء الله واضح ايه اللي بيتعمل. انا اتكلم، انا مصري وطني الاصول ان انا ارد اقول لا انتوا برضو عملتوا كذا وعملتوا كذا، ومعلش يعني اعملوا كذا واعملوا كذا، قدموا حسن النيه، انتوا اخطأتوا في حقنا يعني. طيب مدام مدام نوها الف شوك، هاخد صبري موسى من البحيره والدكتور سعد يعلق على استاذ صبري. اتفضل. مساء الخير يا سؤال، ومساء الخير على ضيوفك الكرام. مساء الخير، اتفضل. الدكتور سعد الدين ابراهيم والدكتور جمال زهراء. الحقيقه متفق جدا بالكلام اللي جاله الدكتور جمال زهران من ناحيه قطر وقناه الجزيره اللي مشغلاها عماله تعربك في الامه العربيه على 24 جرام. مش مصر لوحدها يا دكتور سعد، هو بقول لك مصر بالنسبه لقطر في اختراق في جميع مؤسسات الدوله بالنسبه للاخوان. هي قطر شغاله على مصر بس ولا شغاله على بقيه الدول العربيه؟ ده مخطط صهيوني واضح. واذا كان هم عايزين يعملوا مصالحه مع الشعب المصري يبقى لازم الاعتراف بثوره 30/6 كثوره شعبيه اضاحت بهذا النظام الاخواني العامل للامريكان، زيه زي نظام القطري بالظبط، صاحب اكبر قاعده عسكريه امريكيه موجوده في الشرق في العالم كله مش في الشرق الاوسط في حد ذاته، ويرجعوا لنا الخلايا الارهابيه اللي موجوده عندهم في قطر علشان نبدا مصالحه حقيقيه فعلا. مصر دوله كبيره، دوله عظيمه، لما طيب. قطر تعربت في مصر بهذا الشكل الجنوني وزي في الحقائق على قناه الجزيره اللي مشغلاها على الامه العربيه، مصر اللي حمت العالم العربي من التتار ومن الصليبيين قبل كده، مصر هي اكبر دوله في الشرق الاوسط. مش معقول طيب. دوله زي قطر فينا. استاذ صبري بتوجه، هو ده الشعب المصري يا استاذ، بتوجه اليك بالشعب المصري. طب عشان انتقد بعد نقطه قناه الجزيره، بس انا عايز يعني تعليقك يا دكتور سعد. يعني كلنا نحترم حريه الاعلام، لكن هل تعتقد انه قناه الجزيره تؤدي دورها بشكل اعلامي ولا بشكل ايديولوجي يخدم مش يخدم يخدم توجهات جماعه الاخوان ونموذج الاسلام السياسي كما هو واضح في ليبيا وفي مصر وفي سوريا؟ يعني احنا كان عندنا في الخمسينات والستينات اذاعه اسمها اذاعه صوت العرب، كانت تؤدي دور سياسي للثوره المصريه، ثورة يوليو. وظل هذا الدور موجود على مدى حوالي 20 سنة لغاية 67. فالإعلام دائما يكون ذراع لمن يموله، لمن يخلقه، لمن يؤسسه. دي بديهيات. إنما يعني المطلوب إيه؟ إحنا لازم ترد بنفس الوسيلة. فإحنا عندنا وسائلنا الإعلامية. إذا كانت الجزيرة بتدعي كذبا بكذا وكذا وكذا، فعندنا وسائل اعلامنا ترد عليها. انما لا اريد استعداء شعوب على يعني بعدها. هنرد عليها حصف انقلاب الامير على ابيه بانه انقلاب لما لا، لو كنت بتعتقد هذا تقوله. ده يعني انت شايف انه الجزيره بما تمارسه هي من حقها ان تفعل ذلك، زي البيبي سي من حق قطر ان تفعل ذلك. يا سيدي العزيز، ما هو كل دوله بتعمل ليه الوسائل الاعلام دي؟ مشان توصل وجهه نظر، وجهه نظرها. طب يبقى اذا الدوله تستخدم قناه الجزيره. طب وحد قال غير كده؟ طب يبقى هنا القضيه، هنا يا دكتور يبقى ماشي. هنا اصل مش ده الموضوع اللي انا بناقشه. انا بناقش المشاعر بين الشعبين والخوف ان هذه المشاعر تتسمم لدرجه يصعب علاجها.
انما وسائل اعلامهم بتخدم سياستهم، وسائل اعلامنا بتخدم سياستنا، اظن دي بديهيات. طيب يبقى اذا كانت قطر كما تقول بتستخدم قناه الجزيره، اذا ارادت تحسين العلاقات إذن نعم. يبقى تستطيع انها، ما فيش حد بيعمل الجزيره مباشر السعوديه، الجزيره مباشر مصر، ما فيش جزيره مباشر السعوديه، مش الجزيره مباشر مصر بس. وبالتالي يعني هنا حجم الخصومه واضح، حجم التوجيه واضح، يعمل صوت العرب مباشر جزيرة قطر، يعمل دريم مباشر قطر. خلاص هتعمل ده لكن لا تتحدث عن وساطة. إذا أيوة أنت بتعملها، أنا بتكلم، أنت بتعملها في إطار الحرب المتبادلة. لا يا سيد العزيز، يبقى إذن لا داعي للحديث عن وساطة. خلاص اكتشفنا عدوا يستخدم إعلامه. لا أنا لا أستخدم هذا الكلمة. يبقى الرد عليه بالإعلام المضاد. أيوة بالإعلام المضاد. وبالتالي يعني مشاعر الناس هنا بقى ما تتعرض للاهتزاز. كويس. يعني هنا بتبقى حرب. أنا لا يعني دكتور سعد الدين إبراهيم بيدعو إلى الحرب بين الشعبين عبر الأجهزة الإعلامية. يا جمال وأنا عاجز يعني إن أقول. لا أنا بفصل. فعل الحرب. لا أنا بفصل. وأنا عاجز عن التفصيل. لا لا لا. أنا قلتلك فصل. وأنا أنا مستقبل. أنا مستقبل. أنا فصلت لك حاجة. لا فصل زي ما أنت عايز. لا أنا مفضوق برضه الحرب الإعلامية. يا سيدي. لا يوجد. يعني. لا يعني خلينا. صوت يعني صوت العرب، اسمح لي يعني، هل صوت العرب اللي كانت بتلعب دور تنويري في المنطقة العربية في الوقت اللي كان فيه استعمار انجليزي في الخليج، ها اقارنه بده؟ يعني هل المرجعية دي في التحليل السياسي يا دكتور، وانا بخاطب ضميرك الوطني يا سلام، ها؟ في صوت العرب ده هم خرجوا بعد 67 بعد الهزيمة اللي حاقت بالشعب المصري. احميني من هذا الشخص، تحميني من الدكتور جمال. لا لا ارجوك تحميني منه. وبعدين حاجه ثانيه، لا في حاجه ثانيه، اساس العلاقات الدوليه طالما انه طلب ان حمايه حماية. اسمح لي يا استاذ، اقيم صوره حاجه استناني. اساس العلاقات بين الدول، التنظيمات الاقليميه والدوليه، الامم المتحده، عشان الكلمه كانت معاه. طب دكتور سعد، انت بدات كلامك بانه الشيخه موزه مهمومه. ايوه مهمومه. ايوه. طب والمصريين مهمومين؟ هي مهمومة؟ هي مهمومة وانت واحدة مهمومة؟ هم يتآمرون على مصر وهي لا. المهمومة؟ استاذ ما تنامش ليل نهار. يعني لو انا عايز اقول متآمرين كنت قلت متآمرين. انت لا انا متآمرين، انا اللي بقولها. انت اللي بتقولها. سعد. خلاص توجه كلامك بقى لها. انت بتسألني عن اللي انا عملته او اللي انا بحاول اعمله. فانت دلوقتي حولت العملية الى ما يشبه الاتهامات المرسلة. هي المسألة تخلو من اتهامات؟ شايف العلاقات بين مصر وقطر تخلو من اتهامات؟ لا لا، وبالتالي تخلو. أنا اللي أحولها لا إلى اتهامات؟ لا أنا بتكلم في البرنامج ده. يعني دلوقتي أنا هرد على اتهاماتك لهم، ولا هقول لك أنا عملت إيه وبعمل إيه وليه بعمله. وقلت لك أنا راجل قومي عروبي، كل حياتي مكرسة للوحدة العربية، وبالتالي حريص على ألا تتحول العلاقة بين بلدين، بين قطرين، بين شعبين إلى عداوة. إذا استطعت ذلك يبقى بحمد ربنا إن ربنا قدرنا على هذا. هي دي الرسالة باختصار. وفي هذا السياق بنقوم بهذا المبادرة. طبعا واضح إنه عدد كبير جدا من المصريين غير متقبلها الآن، إنما كل شيء بيبدأ مرفوضا، خطوة بيبدأ بخطوة. الألف ميل، رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. أنا بادئ بخطوة قد لا تتلوها خطوات، ولكن يقيني أنه شعوبنا في بما تتصف به من كرم، من سماحة، من صفح، من رغبة في العمل المشترك ستأتي إلى هذه الكلمة سواء كلمة سواء. طيب يعني هقول لك يا دكتور سعد، المصريون حينما يجدون الجيش المصري يتعرض للإهانة يوميا على قناة الجزيرة، أن المسألة تجاوزت حدود النقد السياسي إلى محاولة تحطيم الدولة وإلى إعادة الإخوان بكل الوسائل وكل السبل، هنا هقول لك أنه على الشيخة موزة المهمومة أن تزيح هذا الهم وأن تغلق المحبس من عندها ببساطة شديدة جدا. لا تسمح لي حاجة زي كده. تسمح لي أطممك وأطمن كل المستمعين إن لا أحد يستطيع تحطيم الجيش المصري،
ولا احد يستطيع تحطيم الدوله. طب ليه بيعملوا الكلام ده؟ سؤال يعني هم ليه بيعملوا الكلام ده؟ تفسيرك تفسيرك ما عايزين نفهم. انا ما اعرفش هم بيعملوا. امال اللي بيعملوه في الجزيره ده يا عم انت بتشوفه بطريقتك، انا بتكلم عن ما اراه. انا بقول لك ان مصر لن تستطيع لا دوله صغيره ولا دوله كبيره أن تهدمها. لن تستطيع، نتفق معك، ولكن الواقع يقول أنهم يمارسون هذا. يحاولون الدور. ربما يحاولون ربما. لم أرى أنا هذا الإعلام، لأن أنا لا يعني لا أشاهد الجزيرة بيبدو بالانتظام اللي أنتم بتشاهدوها به. أنا ما شفتهاش. أنا ما أعرفش. في ناس بتشوفها وبتبلغنا. طب معلش اللي بيشوفها بيشوف. أنا مساعدين. أنا بشوف محطات معينة. انت بتحط على الكراهية. عند البي بي سي، عند الاو تي في، عند المحطة بتاعتنا اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. حرة. عندي لا ما بشوفش في الحرة، أنت اللي بتشوف الحرة. ما بشوف الغمز واللمس. لا المقاطعة. لا الغمز واللمس إيه يا دكتور؟ إيه الحرة؟ إيه الداخل الحر؟ زي البي بي سي مش بي بي سي؟ مش دي دولية؟ أنا قلت البي بي سي. انت قلت البي بي سي. ايوه انا قلت البي بي سي. طيب بس انت بتعمل له غمز ولا مش حره امريكيه؟ لا 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 امريكي. لا ده قناه لا لا موضوعيه. ما هو انا موضوعيه. انا قلت لا مش مهم. مش مهم يعني هو بيفسرها كده يغمز ويلمز ما هو عاوز. لكن انا صاحب رساله قوميه عربيه بس، ومن هذا المنطلق اذا طلب مني احد ان اتوسط له فبتوسط. والله اذا اتت بنتيجه كان بها الحمد لله، اذا لم تات بنتيجه بها حاولنا. علي ان اسعى وليس علي ادراك النجاح دائما. طيب مدام فايزه. مدام فايزه اتفضلي. مساء الخير. مساء الخير اتفضلي يا فندم. انا عايزه بس اسال الدكتور سعد الدين ابراهيم، اليست هذه مؤامره جديده من قطر على مصر؟ هذه المصالحه لماذا في هذا الوقت؟ ليه لما الدول الخليج بدات تاخد موقف من قطر وتقف قدامها وهي متعاونة مع مصر، النهاردة عايزين نخلي مصر هي اللي تروح تصالح قطر وتتخلى عن الخليج بعد ما سحبوا سفرائها؟ احنا هنا في عملية مؤامرة، والمؤامرة تمت من زمان يا دكتور سعد حينما طلبت بعودة الإخوان للأمريكان. المؤامرة كانت من أيام ما توسط للإخوان عند الأمريكان. النهاردة أنت جاي تعمل تواصل وساطة مع قطر. قطر اللي بتهلنا كل يوم كل يوم إهانات متزايدة. طيب هي قاعدة عندها حشد كبير من المصريين، كل يوم كذب على الشعب المصري، كل يوم كذب في المظاهرات، كل يوم كذب على الجيش المصري. جيشنا المصري أعظم جيش في العالم. لماذا تتوسط أنت الآن يا سعد الدين إبراهيم؟ لماذا تتوسط وتتركنا بدل ما تدافع عننا وتقول مصر دي بلدي، مصر هي الأساس، مصر هي اللي المفروض انت تدافع عنها في كل مكان؟ ما تجيش تقول لا انا الشقة موزة طلبت مني الوساطة فانا رجل قومي وعروبي وهذا الكلام. لا الكلام ده غلط. انا بقول لك وانا مصرية صميمة وبحب مصر وبحترمك يا دكتور سعد الدين ابراهيم، انا مش بهاجمك انا بحترمك، لكن مش معنى ان احنا نحترمك ونقف معاك. وانت قلت قبل كده، انا اسف ان انا دخلت الاخوان امريكا، انت قلت انك هتتاسف تاني على قطر؟ هتعمل ايه لما تعرف ان الله يتاسف بعد الحلقه؟ يعني شوف يا استاذه فايده، اولا بشكرك على هذه الحراره اللي انت اتكلمت بيها، وبقولك طبعا لو غلطت ساعترف واعتذر. لما لا، انا انسان وكل انسان خطاء، وبالتالي لن أتردد في الاعتذار إذا ما اتضح لي أن أنا أخطأت. اثنين، أنا كررت وقلت أنه طلب مني هذا الطلب، طلب مني آخرين في أوقات مختلفة، طلب مني الإخوان نفسهم حاجات، طلب مني البهائيين حاجات، طلب مني الشيعة حاجات. كلما طلب مني شيء أقدر أعمله، أقدر أتوسط فيه، بعمله. لو اتضح لي ان ده كان مجهود خاطئ او غير ذي موضوع، خلاص يا ارض ما دخلك شر. انما بشكرك وهقول لهم ابلغ كل الرسائل بتاعتك دي لمن يهمه الامر سواء في قطر او في غير قطر. ماشي. طيب استاذه فايزه الف شكر. استاذ عبد الهادي. استاذ عبد الهادي اتفضل. شكرا يا استاذ وائل.
اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. انا ليا كلمه حتى جزاي الاول، كنت عايز افكرك ان انت في بدايه البرنامج النهارده قلت لنا طلب وزير اسف رئيس المخابرات القطري لرئيس المخابرات المصري، وكتبتها لنا على الشاشه عشان تفكرنا بيها. ومن شويه بسيطه، لان انا دي ساعه على التليفون حضرتك جبتها لنا على الشاشه من شويه. يا ريت الاستاذ الدكتور سعد الدين. لا انا عايز اقول المعنى، انه يعني الراجل قال لهم انت عايزنا نروح اربع ساعات رايح واربع ساعات جاي، وانا عارف انه مفيش نتيجة. يعني ده مش هو اللي قال بقى، ده تفسيري. عاوز تعمل حل، خلي الجزيرة تشتغل بموضوعية وبلاش اجي يعني، وبلاش الثمان ساعات رايح جاية. انا بتكرج باللي قاله الاستاذ محمد صبحي من شوية في برنامجك برضو، هل طب ما يبدأوا هما. وبعدين هو بيقول لك ان الشيخ موزة بتحب مصر لان اتعلمت في مصر وعاشت في مصر. طب هو اللي بيحب مصر واللي عاش في مصر اللي اتعلم في مصر يقبل مثقال ذره من اللي بيحصل في مصر كل يوم على شاشه الجزيره؟ طيب بعدين انا على حد علمي ان الدكتور سعد توسط للاخوان عشان يعرفهم بامريكا، فكفانا اللي حصلنا من اخوانه من امريكا اللي كان مسرد فيه الدكتور سعد وعرف بيه الاخوان او قرب الاخوان من امريكا. يعني عشان يحصل لنا جلسه ثانيه من المصالحه اللي يعملها لنا مع قطر دي، يعني اذا كانت المصالحه دي مصالحه شعبيه زي ما بيقول، فده احنا ادينا بنعبر. طيب استاذ عبد الله بتوجه لك بالشكر. روماني من القاهره، استاذ روماني اتفضل. استاذ روماني اتفضل، سامعني؟ طيب هنا خلينا طيب استاذ روماني اتفضل، سامعني؟ طيب لغايه ما نجيبه تاني. دكتور جمال، يعني هنا يعني في كل الاحوال الدكتور سعد بيقول انا سابذل ما استطيع. يعني هي طلبت، الشيخه موزه طلبت الوساطه، تعتقد هنا الوساطه تغلق الابواب تماما ولا تبتدي تقول لهم انه هذه هي او هذا هو ما سجلناه وهذا هو ما يدل على تآمر قطر على مصر، اذا اردتم الوساطه افعلوا كذا وكذا وكذا، ولا تغلق الباب امام اي حوار؟ انا شايف ان كل الكلام ده مضيعه للوقت وتبديد للجهد والطاقه ومفيش منه عائد. والدليل على ذلك ان كل الوساطات اللي توسط فيها الدكتور سعد ابراهيم مع احترامي له في اطار ما اشار اليه انه فشلت وجابت الوبال على مصر. يعني ما جابتش نتائج طيبه لمصر. يعني الاخوان قربهم من الاداره الامريكيه وجاب الوبال على مصر. تمام. وحسني مبارك استخدمهم فزاعه نتيجه التوظيف السياسي اللي عمله الدكتور سعد ابراهيم لدى الامريكان. والنهارده الامريكان، شوف الازدواجيه في اوكرانيا بتعمل ايه، امريكا وفي مصر بتعمل ايه. هي مع الموقف الشعبي اللي في قطر في اوكرانيا وضد الموقف الشعبي في مصر، لان دي طبقا لمصالحها، هي بتلعب بالعالم كله. والوساطات دي برضو جزء من اللعبه اللي هي كبيره وجزء من المشروع الامريكي. طب انا عايز اقول لحضرتك حاله واحده يا استاذ وائل عشان يبقى ايه شهود قدام الراي العام. احمد منصور مذيع فين؟ خلينا كده صرحاء، ها، مش بنتكلم في وساطه. احمد منصور مش ده موظف في داخل محطة الجزيرة ولا مش موظف؟ مش مذيع؟ موظف. يعني تحت السيطرة القطرية ولا لا؟ هرب راح لندن ولا هربوه راح تركيا ولا الكلام ده؟ ولا حطوه كده في حتة تحت القيد، ها؟ مؤقتا؟ لا، أحمد منصور موظف في قناة الجزيرة ويتقاضى آلاف الدولارات إلى آخره. ها؟ اللهم لا حقد ولا حسد. تمام؟ أحمد منصور مطلوب في ثلاث قضايا على حسب المعلومات المتوفرة لي، ضبط وإحضار من القضايا، وفي قضية بيتحاكم فيها أمام محكمة الجنايات الآن. طب ما تسلمه قطر، ده موظف عندها وتحت سيطرتها، ما تسلمه قطر. طبعا هي مش هتسلمه ولا هتعمل حاجة في الجزيرة دي كلها. انت عارف زي الإخوان يا أستاذ وائل، عشان بقول لك ده كله استهلاك وقت.
الإخوان عندهم الاستعداد يتهموا بكل الاتهامات، بس ما تنساش كلمة جماعة الإخوان. طيب خلينا ناخد أستاذ عبد الغني، لأن عشان نبقى عارفين التليفونات يعني لا تتوقف، وإحنا يهمنا إن إحنا نشرك الناس. أستاذ أحمد عبد الغني، أستاذ أحمد اتفضل. السلام عليكم أستاذ وائل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. معلش أنا سامحني في الكلمتين اللي هقولهم يعني. اتفضل. إحنا كان عندنا زمان المندوب السامي البريطاني. آه. كان بيتوسط في مصر ومع الدول الغربية والناس ديت. إحنا دلوقتي عندنا مندوب ابن خلدون فينا في مصر. مندوب قطر في مركز ابن خلدون. انا ملاحظ دلوقتي الشيخه موزه، مش عارف انت جبت لها الشيخه دي منين، على اساس ان هي باستمرار نايمه على السجاده يعني. لا خلينا بس نحفظ للناس القابها و يعني نقول اللي احنا عايزينه، مع يعني مش يعني ما بحبش الشتائم في البرنامج. خلينا مش الالقاب دي ما بتتقالش كده في الهوا يعني، لازم يكون لها ثوابت عشان يقول الشيخ فلان يبقى لازم يبقى شيخ. لا هو وصف، هو وصف اميري يتعلق بطبيعه الدوله يعني، واخد بال حضرتك. فهو ندمها ده باين منين؟ الندم بتاع الشيخ موزه ده باين منين يعني؟ يعني هي ظاهره على الشاشه عماله تايبه وعماله بتدعي لمصر ان مصر ربنا ينجدها. فاكر حضرتك الحوار بتاع الاستاذ سعد عماره اما كان بيكلم لواء جيش مع حضرتك، مش عارف اللي هو محمود خلف او اللي هو سامح سمير يزل، وبيقول له محمد مرسي سمح لاسرائيل ان هم يزرعوا استنصر على الحدود مع مصر، واخد بال حضرتك؟ فاما الاستاذ سعد عماره اللي هو كان ماسك رئيس ملف الامن القومي يقول له مين قال لكم الكلام ده؟ مين قال لكم؟ كما لو كان اللواء اللي قدامه ده فتح دكان بقاله، مش لواء جيش، مش عنده درايه باللي بيحصل في مصر بالكامل، ده لسه اول. طيب استاذ احمد، استاذ احمد الف شكر. هنحاول بس نشوف حد تاني. لا بس كان انا بس يعني احنا اكتشفنا، عايز ادخل بس في صلب الموضوع نشوف احنا امام وساطه حقيقيه يعني. لسه هسال الدكتور سعد، هل نحن امام وساطه حقيقيه ولا انت بتقول نغلق الابواب، ولا يمكن ان تسمع وتستمع وانك تطلب المطالب التي يطلبها الشارع المصري؟ انا في تقديري ان ده مضيعه للوقت والجهد، وديت اساسا اليه من اليات تنفيذ المشروع الاكبر، وهو عشان الشعب المصري يبقى عارف، هو ادماج جماعه الاخوان مره اخرى في داخل المشهد السياسي، واتاحه الفرصه لهم مره اخرى، والغاء صفه الارهابيه عنهم. هو ده الهدف الحقيقي يعني. هي الشيخه موزه ستتصل به طبعا لكي تعيد الاخوان للحياه السياسيه. احنا اكتشفنا في الحلقه دي ان جمهوريه قطر اسمها جمهوريه قطر الاخوانيه، لما يبقى شغال فيها 150 ألف مصري كلهم إخوان. لا هي أيوة. هي اعترفت لهم بأنهم توغلوا في مؤسسات توغلوا الدولة، يعني هم اللي بيديروا شؤون البلد. أما يوسف القرضاوي ده بتلغي صفة البلد، لما تقول الكلام ده يبقى بتلغي صفة الدولة نفسها القطرية، لأن دول أصبحوا مستعمرين للدولة القطرية، بدليل إن هم اللي بيتصرفوا كأنه هم اللي بيتصرفوا كما يحلو لهم. لا مش صحيح الكلام ده، هم بيتوظفوا سياسيا لصالح الأجندة الأمريكية في المنطقة وضد مصر علانية، وهذا غير مقبول للشعب المصري. لا وسطات على المستوى الشعبي ولا الشخصي ولا مع موزة ولا برتقانة ولا غير كده، الكلام ده كله أمر منهي. والشعب المصري بيغلق المسألة دي. جماعة الإخوان جماعة صدر بشأنها حكم إعدام سياسي في 30/6، ولن يقبل الشعب المصري أي أطروحات ولا مشروعات تصالح ولا كل الكلام ده كله مزقوق من جماعة الإخوان ومن الامريكان، وفي تنسيقات كبرى. ده الدكتور سعد ابراهيم بيتكلم باعتباره شخص دولي. احنا في وحدات النظام الدولي عندنا الدول شركات متعدده الجنسيات، كنت بشرحها لطلبه النهارده. اخر حاجه الافراد، الدكتور سعد ابراهيم ده رجل دولي، شخصيه دوليه بيتوسط ما بين دول وبعضها وبين جماعات وبعضها، فربنا يعينه. لكن انا بتكلم عن الموقف المصري والشعبي، انه الشعب المصري بيرفض تماما عودة الإخوان مرة أخرى، لأن دي جماعة إرهابية، ويجب تطهير جميع المؤسسات الدولة وفي المقدمة الجامعات ورؤساء الجامعات اللي موجودين الأربعة، بورسعيد واسكندرية وبني سويف والمنيا، و30 قيادة وغيرهم من القيادات موجودين في الأجهزة الإدارية من هؤلاء الإخوان. وإلا هيستمر الوضع المأزوم في الشارع المصري حتى هذه اللحظة. ده لازم الحكومة تبقى قادرة، حكومه طيب. جديده عليها تنفذ اجنده. استاذ ابراهيم اتفضل. استاذ ابراهيم اتفضل. مساء الخير. مساء الخير اتفضل. يعني قطر لازم تقف عند حدها وتنهي الملف ده. اتفضل.
مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير اتفضل. يوم سهرنا والله بس جميل والله. الله يخليك، انا اسف ان سهرتك بس الحال القضيه تستحق المناقشه. سعداء يوميا معايا طبعا، يا ريت يبقى جمعه وخميس وجمعه ان شاء الله. اتفضل. لا انا كنت بس بقول حاجه، يعني نرجع ورا شويه ايام السادات وليبيا ومعمر القذافي. اه لما قال احنا وقعنا مش عارف كام طياره المصري وكام دبابه وكام مش عارف ايه وايه وايه، وعرضوا بقى الوساطه ان هو يتصالح مع السادات. اه رحمه الله. فكان اللي حصل قال لهم خلاص يا جماعه، الراجل ده قال ان هو اعلنا مش عارف كام طياره وكام دبابه وكام مصفحه وعمل وعمل وعمل، خلاص انا هصلح معاه بس يجيب لي ثمن الحاجات دي. ما يحدثك. فطبعا هو السادات هنا راجل يعني بسم الله ما شاء الله، فصلح السادات مع القذافي وجاب له ثمن الحاجات دي. احنا النهارده عايزين ثمن اولادنا الشهداء اللي ساهموا فيهم القطريين واللي ساهمت فيها الكويت واللي طبعا قتلوا اولاد الجيش وفي الشرطه. انت شايف انه قطر تورطت في سفك دماء ابنائنا وشهدائنا؟ طبعا ده هي ساهمت مساهمه كبيره جدا. طب احنا عايزين كل ده. طيب استاذ ابراهيم الف شكر. استاذ مجدي اتفضل. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير اتفضل يا استاذ مجدي. لا بس هو انا بحييك وبحيي الضيوف اللي مع حضرتك. اتفضل. بس انا بطلب من الدكتور سعد ابراهيم، والله انا ما بهاجمه، بس انا بطلب منه، هو حاسس دلوقتي ان المصالحه الشعبيه ما بين الشعب المصري والشعب القطري، فين الشعب القطري؟ يا ريت بس يقول لنا فين الشعب القطري، علشان اللي هو اللي بيتكلم هو ما راح قابل حد من الشعب القطري ولا قابل الشيخ موزة؟ هي الشيخة موزة واحدة من الشعب القطري ولا واحدة من الحكومة القطرية؟ إذا كان هو قابل الشيخة موزة بصفتها القطرية للحكومة القطرية، لا شاكرين قوي على الوساطة بتاعته زي ما دبسنا في الإخوان، مش عندنا استعداد تاني الإخوان يجوا مصر تاني. صفر. يا ريت يحس إن الشعب المصري رافض تماما للإخوان. ويا ريت الأستاذ جمال زهران يعيد كلام اللي قاله تاني مره تانيه للاستاذ سعد، لما يظهر الاستاذ سعد ابراهيم واخد موقف من الاستاذ جمال مش عايز يسمع له. طب لا الراجل بيسمع له. مفيش يا دكتور. استاذ مجدي الف شكر. استاذ محمد عبد الغني اتفضل. استاذ محمد مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير اتفضل. تحياتي لحضرتك وتحياتي للاستاذ جمال والاستاذ سعد الدين وهبه. كلمتين باختصار. سعد الدين ابراهيم. سعد الدين ابراهيم الله يرحمه. سعد الدين وهبه اتفضل. يا أستاذ سعد حضرتك راجل ذو تاريخ مشرف، أرجو من حضرتك أنك تكون على يقظة، ماشي، أن حضرتك ما تمسحش التاريخ دوت بسبب وساطة أنا شايف أقل ما أقال عليها أن هي لا تناسب تاريخ حضرتك. لسنا بحاجة إلى قطر ولا غير حكومة قطر ولا للست موزة ولا لوساطتها، نحن علقنا دولة قطر وبالشيخة بتاعتها بابنها على مشمئة يوم 30/6، وأفتكر أن حضرتك على يقين ان لو الوساطه دي تمت ده فرضا مجازيا ان حضرتك هتلاقي ال 33 مليون بتوع 30/6 نزلوا، بس المره دي مش في ميدان التحرير، هتلاقيهم قدام بيت حضرتك. فارجو ليه بس يعني فارجو مش عايز يعني الرد، يعني انت ده على سبيل الدعابه، مش عايز بس يفهم من ده انه تحريض للوقوف امامك. لا 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 ابدا، ده على سبيل الدعابه. لا الرد. طيب استاذ سعد راجل ليه تاريخ، راجل ليه تاريخ مشرف، ولكن يصعب علينا لما نلاقي استاذ سعد بتاريخه المشرف داخل في وساطه لست موزه وبعدين قطر عايزه تصطلح معانا، تبعت لنا واحد من دوله قطر يجي يفاوضنا، مش يفاوض مصر بابن مصر. فطبعا ما ينفعش، ماشي، شعب قطري لا يمثل ذره بالنسبه لشعب مصر علشان يبقى في وساطه، ولا احنا محتاجين قطر. استاذ محمد الف شكر. محمد العدوي من نجح حمادي. محمد اتفضل. استاذ محمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. محمود العدوي ما سعادتك معايا. استاذ محمود انا اسف. استاذ محمود العدوي اتفضل. والله انا سعادتك عارف الصلح، عارف الصلح سعادتك ديت، يعني صعب الصلح مع دم، فمش عارف ازاي ممكن الصلح يكون مع ناس زي كده بالظبط.
ده دم معالي الباشا، ده صعب صعب. وانا معايا حاجه كده سريعه كده بقولها لسعادتك، فبقول لهم تصطلحوا مع مين ولا مين ولا مين؟ تصطلحوا مع القضاه طلعتوهم في الانتخابات مزورين، ولا تصطلحوا مع الدول اللي قلتوا عليهم دول عملاء ومندسين، ولا تصطلحوا مع الاعلام اللي مدينته قفلتوها واشتغلتوا قدامها بوابين، ولا تصطلحوا مع الفنانين. لو في عاقل حد زعل الهام شاهين ولا شيخ الازهر اللي كان مره نداكم وكنتوا زي كل مره عناديين، ولا تصطلحوا مع اللي رمتوهم فوق السطح ونزلتوا فيه بالسكاكين، ولا تصطلحوا مع الارسان طالعين من الجيش يتجوزوا فرحانين، ولا تفجير السينا وكلام البلتاجي وقلت اللي بيعملها التكفيريين، ولا حرق الكنائس عايزينها تتنا بين النصارى والمسلمين، ولا الاجسام وقتل الضباط اللي على راحتنا سهرانين، ولم الشهيد اللي ليل نهار تصرخ ولدي فين يا موحدين، ولا موكب الوزير اللي راح فيها دراع وعين والثاني رجله اليمين، ولا تصرحوا مع محمد مبروك اللي عشان كلمة حق أطفاله يعيشوا ميتمين، ده كلمة الحق تحي لو ماتوا كل الشاهدين. ومعايا حي سعادتك عبد الناصر قالها زمان، خلوا بالكم من الإخوان، فبقول طيب. لما قلنا لكم خلوا بالكم من الإخوان ما صدقتوش أستاذ محمود. هم الشعب المصري أصلا ما بيفهموش، فبياريت يا إخوان تفهموا إنه الشعب المصري ما بيقتلوش، ارجعوا من اللي انتوا فيه عشان ما تخسروش. طيب هو امتى الاسلام بيجري ورا الكراسي ولا المتاجره بالنعوش؟ استاذ محمود ده عشان كويس جدا اللي انت قلته، يعني صعب الصلح. طب قطر انت بتتكلم هنا عن الاخوان ولا شايف ان مفيش فارق؟ لا ولا فيش اي فرق. اكمل القصيده اللي هي بسيطه خالص معليك معلش. طيب اتفضل. ولا تصطلحوا ولا حسبتوها غلط ونسيتوا الشعب المصري حبيب كل الجيوش، وخلوا بالكم لو الشعب المصري كشر عليكم يا ريت ساعتها ما تهربوش، ولو هربتوا وانا متاكد هتحرقوا دقونكم وتقولوا الكلام ده كله ما قلناهوش. يا للخزي ويا للعار، اوباما واردوغان وقطر يدافعوا عن الاسلام، طيب ده فيلم هندي ولا فيلم حلق حوش؟ وانا بشكرك. طيب الف شكر. خليناك تكملها عشان ما تتهمناش بقمعك بس استاذ محمود. الف شكر. طيب معانا مين؟ طيب دكتور سعد، هنا البعض هيبتدي يتكلم عن انه لا القضيه قضيه دم. ماشي. يعني هنا سيتهمون قطر بالتورط في سفك دماء المصريين، مصر تواجه ارهابا مسلحا، الارهاب مدعوم من قطر من خلال المؤسسه الدينيه ممثله في القرضاوي، المؤسسه الاعلاميه في الجزيره، الاموال التي تتضفر. انا عايز انهي، ما اعرفش البرنامج ده ينتهي امتى، انا عايز انهي. هننتهي. انا بس لولا مداخلات الناس وتفاعلهم. انهي على الاقل مداخلتي او دوري انا في البرنامج ده. بخبر ربما لا يصدقه كثيرون. ان مركز ابن خلدون اعد اول ملف موثق لاعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، فعلنا ذلك قبل أن تفعل وزارة الداخلية المصرية، فعلنا ذلك وعرضناه قبل أن تفعل الحكومة المصرية، عرضناه في جنيف، عرضناه في نيويورك، عرضناه في لندن. فإلى يعني عايز أقول إن احنا بنقوم بأدوار عديدة، دور منها انه الارهاب انه عليه ارهاب، واحنا وثقنا هذا الكلام، وبالتالي ده دور بحثي توثيقي بيقوم به مركز ابن خلدون، لان بعض الزملاء المداخلات اتكلمت عن ابن خلدون، فانا بقول ده دور ابن خلدون. ولسه عائده مديره مركز ابن خلدون استاذه داليا زياده، وارجو انك تستضيفها مره، لان هي حامله هذا الملف واللي عرضته في عده عواصم، منها جنيف ومنها لندن ومنها نيويورك، فأرجو أنك أنت تستفيد حتى من تفاصيل هذا الملف عن الإرهاب، إرهاب جماعة الإخوان المسلمين. عايزين نكمله بقى بإيه عن الإرهاب الذي تمارسه قناة الجزيرة ضد الشعب المصري والجيش المصري. طيب ده موضوع تاني، موضوع بحث يعني. سيادتك تطلبه من أستاذة داليا زيادة مديرة المركز ابن خلدون. أبلغها. يا ريت. وبالتالي انا يعني برجو انك انت تتفضل وتدعو داليا زيادة عشان تقول لك على تفاصيل هذا الملف، ثم عن بعثتها. طيب خلينا في السؤال، لان يعني عشان وانا يعني بقول هنا المساله
وصل عند المصريين دكتور سعد؟ والحقيقة يعني هذه التليفونات بشكل تلقائي تماما، يعني لا تدخل منا، وحتى لو فتحنا المزيد من التليفونات هتلاقي الغضب الشعبي الكبير من أي حديث عن مصالحة مع قطر، خاصة أنه شوف من حق الناس أنها تغضب. في حاجة حصلت يوم 25 يناير، واحد كسر جدار الخوف، اثنين أنه كل المصريين تسيسوا، ثلاثة أنه كل المصريين قعدوا مستعدين لإبداء رأيهم وللمشاركة. الثلاث حاجات دول هم اللي بيطمنون على مصر، لا قطر ولا غير قطر ولا أمريكا ولا روسيا تقدر تهد مصر ولا تهد الدولة المصرية ولا الشعب المصري. عشان كده أنا بطالبك يا دكتور سعد أن أنت تسحب هذه المبادرة وتعتذر عنها. لا لا، يعني تعتذر عنها ليه؟ لأن الشعب مش عايزها. أنت وأنت عملت حصان. حصان ده كتير، أنا راجل في وسط الناس يا شيخ. أنت راجل في صومعتك العلمية كده. اعتذر يا دكتور. اعتذار عن عمل طيب. يعني قتلوا في سوريا يا سيد العزيز، سندوا داعش ومسندت السعودية ومسندت كذا، دول القطريين. فلوس الشعب العربي في قطر بتستخدم ضد الشعب العربي لقتل الشعب في مصر وفي ليبيا وفي سوريا وفي العراق، وبيسندوا الإرهابيين في كل مكان، واجي النهاردة اقول مصالحة معاهم. مدعي وقاضي. لا، يدعي ويحكم. لا مش طبعا ادعاء. مش ادعاء نفس الوقت. مش ادعاء يا سيد العزيز. امال كل اللي احنا انا باحث. انا باحث يا راجل. انا باحث يا راجل. حرام عليك. لا مش بدعي. تحت هذا انت بتتهمني. بتدعي. بتتهمني ان انا ادعي واحكم الى ان يثبت. يا ثابت يا دكتور سعد، بس انت مش شايفه. انا مش عايز تشوف الدور القطري الاجرامي في حق الشعب العربي. احميني من الراجل ده. طيب في حق الانسانيه مش حق الشعب العربي بس. طيب خلينا ناخد. عايز بقول لك اتفضل. أنا يعني عايز أنهي دوري في هذا البرنامج، لأن فعلا تقدم بي الوقت وأنا هنا. أنا عارف أن أنا أنهكت حضرتك. لا، وفي مدينة الإنتاج الإعلامي من الساعة العاشرة. أنا هاخد بس مكالمة أخيرة من الفنان الكبير حمد أحمد. أستاذ حمد اتفضل. مساء الخير. مساء الخير أستاذ حمد اتفضل. أنا بس يعني أنا هأذكر بحاجة بسيطة جدا. اتفضل. في بداية ثورة 30 يونيو والإخوة العرب أودعوا في البنك المركزي المصري ودائع بفوائد معينة. يعني عربون يعني لأن إيه إن بالحالة اللي بتمر بيها مصر أثناء الثورة. وقطر أودعت عندنا قرشين على أساس إن هي بتاخد فيهم فايدة قد كده ولمدة قد كده. وقبل ما تخلص المدة يا أستاذ وائل ألاقي قطر بتورطنا وبتقول عايزة القرشين. أنا حضرب لك مثل بلد الله يخليك، لا ليه دعوة بدا ولا بدا. افرض أن أنا استلفت منك قرشين بجاوب منك وليلة الدخلة كده وانت جيت قلت لي هاتهم بذمتك، ده موقف رجولي يا راجل. أن هي افرض أن أنا كنت استثمرت الفلوس دي في حاجة مش هقدر أردهم لها، كان إيه موقفنا؟ ده موقف مخزي من قطر وموقف مخزي من 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 دولة عربية. وأنا يعني بتأسف إن أنا خدت من وقتكم لأن محدش جاب سيرة المبلغ دوت. لا لا، دي كانت نقيصة وحاجة مقرفة جدا. وأنا بشكركم على حسن استماعكم. بس أنت ضد أي مصالحة يا أستاذ حمدي؟ يعني ضد فتح أي أبواب للتصالح أو لتهيئة الأجواء لتحسين الأجواء يعني؟ لا 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 قطعا. شوف هقول لك على حاجة، الشعب المصري عمره ما ينسى. استنى دكتور استنى. عمر الشعب المصري ما ينسى اللي قدم له خدمة، وفي نفس الوقت عمره ما ينسى اللي عمل فيه إساءة. طيب لا يمكن. أستاذ حمدي أحمد ألف عايز أقول بس حاجة عشان الدكتور بدأ يتعب مننا. فيها واحدة، 5 مليار دولار اللي اديتهم قطر لما جه الشعب المصري تحرك في 30/6 اللي قال عليهم الاستاذ حمدي احمد ما اشارش الرقم، طلبوا يسترجعوهم. دي وسيله من وسائل الابتزاز، كلمه اللي استخدمها الدكتور سعد كذا مره، الابتزاز الشعب المصري في وقت هو المفروض عنده مشاكل. ده ما نسموهوش الا دعاره سياسيه من قطر استخدمته ضد الشعب المصري. واحنا كوطنيين الوطنيه المصريه تفرض عليا ان انا لا اسير في مثل هذا المسلك مع هذه الدولة القزم. وعشان كده لازم الدول دي
تعرف ان مصر كبيره بشعبها وبتراثها، هي اللي علمت كل الناس. وما يصحش ابدا ان يجي يقول لك ده جم النهارده بيسيروا القرار القطري. ده تماحيك وتجاوزات لا نقبلها، وقطر وغيرها من الدول لازم تعرف ان الشعب المصري استرد ارادته وقراره بنفسه ومش هيفرط فيه لاي حد، وكل دوله لازم تعرف حدها وفي المقدمه قطر. دكتور جمال زهران الف شكر، دكتور سعد الدين ابراهيم الف شكر، ناقشنا كل التفاصيل وحتى اشركنا المشاهدين معانا، لانه العلاقات مع قطر قضيه مهمه جدا بتهم كل المصريين، خاصه انه في ظل الحديث الموثق عن تآمر قطري على مصر الجوانب كثيره ومتعدده، سواء من الاعلام او من خطب الشيخ يوسف القرضاوي او حتى من خلال ايواء بعض الارهابيين المطلوبين ومن خلال الدعم الواضح لجماعه الاخوان. غدا هنكون معاكم في حلقه جديده ان شاء الله، تصبحون على وطن. وبعد الفاصل هنعد لكم بعض التحقيقات التلفزيونيه المتعلقه باحداث العنف التي شاهدناها في بدايه الحلقه.